بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير والسعادة والمحبة والابتسامة، حياكم الله مشاهدينا وين ما كنتوا تتابعونا داخل الكويت وبرا الكويت، كل ثلاثاء وأربعاء وخميس معاكم نتواصل إن شاء الله على الخير والمحبة والمودة مع ضيوفنا الكرام نورينا الليلة بالاستديو. مساء جميل عليكم، مساء الخير على روان. مساء الخير روان. مساك الله بالنور وسرور راشد، وأمسي على كل مشاهدين يتابعونا الحين عبر شاشة الراي، وأحب أذكرهم أن احنا دائما مستقبلين آرائهم واستفساراتهم، وإذا عندهم مقترحات أو موضوعات تبون نطرحها ونناقشها في البرنامج طبعا الأكاونت الحين راح يظهر على الشاشة. بالتأكيد عندنا فقرات متنوعة وضيوف متنوعين، مواضيع كثيرة مختلفة لهذا المساء روان، وننطلق معاك ومع المشاهد الكريم. شنو عندنا روان اليوم؟ طبعا راشد اليوم فقراتنا متنوعة وضيوفنا فعلا متميزين، ولنا وقفة اليوم طبعا مشاهدينا في محطة هامة بإدارة سمو أميرنا وأبونا حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى لأغاثة الشعب اليمني، وأيضا لموضوع هام وللأسف اللي هو موضوع قاتل، لكن إيه هذه الحقيقة طبعا حبوب الرجيم القاتلة، ومن هالمحطة لمحطة أخرى ودور الجمعيات التعاونية في المشاركة والمسؤولية الاجتماعية. طبعا بدايتنا مشاهدين راح تكون مع مركز متميز واللي هو مركز وولن سنتر بمستشفى الهادي، وموضوع جديد وعلاج حديث لفرط الحركة وتشتت الانتباه والاضطرابات السلوكية بشكل عام. بالفعل المشاهدين الكرام، اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه مشكلة عالمية للأمانة، تؤثر نحو تقريبا 7% من أطفال العالم، حيث يستمر هذا الاضطراب مشاهدين الكرام في أكثر من 60% من المصابين إلى مرحلة الشباب. لمرحلة الشباب وهو معاك، ومن المعتقد أن ما بين 3 إلى 7% من الأطفال يعانون من هذا المستوى، يعني يعانون مستوى ما من هذا الاضطراب وهذه المشكلة. النسبة الكبرى منهم للأسف ذكور، وللأسف يتم تجاهل هذه المشكلة بوصفه. إحنا لما نشوفه تقول الطفل بأنه غير مهذب، شيطان، متمرد، ولكن الأمانة هذه هي مشكلة. واليوم الحمد لله عندنا بالكويت تشخيص وعلاج فعال لكافة الاضطرابات السلوكية والفرط الحركي من خلال مركز والسنتر بمستشفى الهادي. يختلف الناس في سلوكياتهم من شخص لآخر، وهو شيء طبيعي وواضح، ولكن اختلاف سلوكيات الأطفال في المراحل الأولى من العمر يجعلنا نتوقف حائرين في التفريق بين الطبيعي والغير طبيعي من تلك السلوكيات. فقد يكون من منظور الوالدين شيئا طبيعيا، ولكن يراه الآخرين شيئا غير مألوف وغير طبيعي وغير مقبول من المجتمع. ومن الأمور الغير طبيعية هو فرط الحركة وتشتت الانتباه لدى الأطفال. يعتبر اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه حالة مزمنة تصيب ملايين الأطفال وتلازمهم حتى في مرحلة البلوغ، وأطلق عليها في العقود القليلة الماضية عدة تسميات، منها متلازمة النشاط الزائد والتلف الدماغي البسيط والصعوبات التعليمية وغير ذلك. وفرط الحركة ليس زيادة في مستوى النشاط الحركي، ولكنه زيادة ملحوظة جداً تخرج عن حدود المعدل الطبيعي سواء في المنزل أو الشارع أو المدرسة، مما يسبب للطفل فشلاً في حياته بسبب قلة التركيز. ويعاني الأطفال الذين يصابون بهذا الاضطراب من تحصيل متدني في الأطر التعليمية، وقد يثير تشخيص الاضطراب مشاعر الخوف بل الرعب، كما قد تشكل الأعراض التي تصاحب الاضطراب تحدياً يتحتم على الأهل والأطفال على حد سواء في مواجهته. ويتوفر علاج هذه الاضطرابات المزمنة في مركز ويلنس سنتر بمستشفى الهادي، الذي أثبت لكافة المرضى والأصحاء قدرته على تشافي كافة الأمراض المتعلقة بالاضطرابات السلوكية. يسعدنا مشاهدينا ان نرحب بالاستاذ الدكتور احمد الشرقاوي، وهو استشاري الاضطرابات السلوكيه والعصبيه وامراض النمو والتطور. مساء الخير دكتور، وسعيد بلقائي معك. مساء النور، ده يسعدني ويشرفني اني التقي بك يا اخ راشد والاخت روان، واشكركم بدايه على كريم استضافتكم دائما. الشرف لنا يا دكتور، اهلا وسهلا. طبعا
طبعا امسي عليك دكتور احمد، وطبعا منو يتابعنا الحين وعنده عيال ما يعاني مشاكل مع عياله، فرط حركه، عدم يعني الانتباه والتركيز، فهذه مشاكل. فشنو المقصود ب يعني متلازمه فرط الحركه وايضا تشتت الانتباه؟ ده سؤال ممتاز جدا. هو الحقيقه متلازمه فرط الحركه مع تشتت الانتباه ده احد امراض التطور اللي بتصيب الاطفال وتظهر اعراضه مبكرا. المقصود به تحديدا هو التعرف على هذا الاضطراب. هذا الاضطراب مرجعه للوراثه ومرجعه لاسباب بيولوجيه. هذه الاسباب تؤدي الى نوع من انواع الخلل في البناء الكيميائي للموصلات الكيميائيه، او تحديدا اسمها العلمي الناقلات الكيميائيه العصبيه في الجهاز العصبي المركزي. يؤدي ده لظهور أعراض في صورة تشتت انتباه، عدم قدرة على التركيز، سرعة الغضب، اندفاعية شديدة، إلى جانب حركة كثيرة غير مقدرة للعواقب. ويتبع هذا أيضا نوع من أنواع السلوك السلبي في تناول الأمور الاجتماعية. طيب دكتور أحمد، يعني خلنا نفسر أكثر، يعني قرب المشاهد الصورة اللي نقصده بفرط الحركة. شنو فرط الحركة؟ يعني ممكن أغلب العوائل يفسر مثل ما قلنا بالمقدمة أن هذا الابن شيطان متمرد، نشاطه زايد. شلون أنا أعرف أنه فعلا مصاب؟ وإحنا عن أي سن قاعد نتكلم؟ جميل. هو الحقيقة السؤال، هذا السؤال تحديدا سؤال مهم جدا، لأنه في حالة من الهلع بجدها وبشكل مكثف بعد كل برنامج أو بعد كل رأي أو بعد كل محاضرة بألقيها أو مقالة بكتبها. الناس بتتوهم أن أبنائها عندها هذا المرض أو هذا الاضطراب. الحقيقة حقيقة الأمر أن جميع الأطفال لديهم بشكل أو بآخر فرط حركة، جميع الأطفال لديهم بشكل أو بآخر نوع من تشتت الانتباه. الطفل بطبيعته ميال للاكتشاف وسرعان ما يتوجه انتباهه لشيء أكثر إثارة لذهنه من شيء آخر. هذا لا ينطبق عليه تعريف تشتت الانتباه مع فرط الحركة. المقصود بفرط الحركة مع تشتت انتباه إعاقة بالغة واضحة محددة لأكثر من 6 شهور، تسبب خلل اجتماعي واضح على مستوى الأسرة، على مستوى المدرسة، على مستوى الأصدقاء. تعوق الحياة الاجتماعية الطبيعية للطفل. أي سن إحنا نتكلم؟ هي الحياة بتبتدي من بدري جدا، يعني قبل 3 سنوات وأحيانا 2 سنين ممكن تظهر. وإن كان العلاج العلمي حاليا كان لغاية 10 سنوات فاتت بيطالبوا إنه من العلاج الدوائي تحديدا لا يكون قبل 6 سنوات. حديثا ابتدى لا يبقى في علاج حتى منذ 3 سنوات. نعم. علاج دوائي لا اقصده. نعم بالتاكيد. طبعا مشكله فرط الحركه يمكن اكثر شيء الامهات يعانون منها، مثل ما ذكرت ان ولدها ما يعرف يقعد، تبي تدرسه ما تقدر تدرسه، تبي تخليه يعني يفهم الواجب اذا عنده فهو مخه مع اللعب مع الوناسه، يبي يروح يمين يبي يروح يسار يبي يطلع اخر همه الدراسه. فشنو علاقه فرط الحركه وتشتت الانتباه يعني بالمستوى العلمي بالدراسه؟ شلون العلاقه بينهم؟ جميل. لازم نفهم بداية أن متلازمة فرط الحركة مع قلة الانتباه بتنقسم علميا ل3 أقسام. القسم اللي يظهر فيه 3 أعراض رئيسية مشتركة مختلطة، فيها فرط حركة، فيها اندفاعية، فيها تشتت انتباه وقلة تركيز. في نوع لا يظهر فيه فرط الحركة إطلاقا، والنوع ده بيصيب أكتر البنات الإناث، يظهر فيه تشتت الانتباه مع قلة التركيز. وفي نوع ثالث يظهر فيه فقط اندفاعية وفرط حركة، ولكن الانتباه والتركيز يكونوا موجودين، وده عادة بيصيب كثير من الأطفال الأذكياء. علاقة يعني هذا الأذكياء مو عندهم مستوى الذكاء مرتفع، بس إن استل عندهم مشكلة فرط الحركة بالزبط وعدم التركيز، ودي مشكلة يعني للأسف الشديد ينبغي التنبه لها. وهنا يجدر الإشارة بالدور الخلاق اللي بتقوم به حقيقة مستشفى هادي على مستوى الطب التطوري وعلى مستوى اتفاقية شراكة هي الأولى من نوعها على المستوى الإقليمي كله، إن جعل مستشفى تابع لأكبر جامعة في العالم هي جامعة هارفارد وأعرق جامعات العالم وأكثرهم تطورا على الإطلاق،
توقع اتفاقية شراكة مع مستشفى هادي، ودي أول اتفاقية على مستوى الإقليم مش على مستوى الدولة، على مستوى ومعنى هذه الاتفاقية معنى هذه أو فائدة هذه الاتفاقية. هذه الاتفاقية تتيح للمواطن الكويتي أو كل من هم على أرض الكويت أنهم يعالجوا بأحدث الأساليب العلمية والتقنية اللي توصل ليها العلم حديثا من جامعة هارفارد ومن استشاريين كبار في جامعة هارفارد بالتعاون مع استشاريين في مستشفى هادي. يعني معناته ما في اللي نسمع دائما يحصل معانا ان هذا الدواء او هذا العلاج موجود يا جماعه قبل 20 سنه قبل 30 سنه بالدوله الفلانيه تو يوصلنا، الحكي هذا ما في. دول اليوم اكتشفوا يطبق عندنا هنا. تماما. والجدير بالذكر ان هذا هو المستشفى الوحيد في الشرق الاوسط اللي تم معاه هذا النوع من الشراكه، وده بيبسط الامور. يعني المريض لا يحتاج النهارده انه يتكلف ويتجشم عناء السفر والتكلفه العاليه، التكاليف المحطوطه جدا بسيطه وفي مقدور المواطن العادي، وهي بتحمل نوع من الرساله، خطوه عملاقه حقيقه بتخطوها مستشفى هادي على مستوى الرياده للعمل الاجتماعي، انها فعلا تتبنى على عاتقها مساله علاج والأطفال اللي لديهم اضطرابات وكل ما له علاقة بالطب التطوري. ويلنس سنتر اللي موجود في مستشفى هادي يهتم بالجسد وبالوجدان وبما له علاقة بمشاكل العقل عموما. والقائمين على العمل يا دكتور، الطاقم الطبي اللي متوفر، الطاقم المساعد اللي موجود، هل هم على هذا المستوى العالي تماما على هذه الاحترافية وصلها للناس؟ أؤكد لحضرتك هذا القدر من الاحترافية وهذا القدر من التقنيات العالية الحمد لله متوفر. جميل. وإلى جانب أنه بتقوم جامعة هارفارد على مستوى يعني شبه دوري ومنتظم بإرسال مجموعات لتدريب كوادر وتخريج كوادر، وهذه المستويات من التعليم متاحة حتى لمن يريد حتى خارج مستشفى هادي أن يلتحق بها. فهنا هي عمل ريادي وعمل اجتماعي على مستوى رفيع. والحقيقة احنا بندعو الجميع للمشاركة. وبعدين جدير بالذكر أيضا أنه المخاوف القديمة أنه فكرة أن الأمراض النمو والتطور لا علاج لها دي خرافة كبرى. لا بالعكس، أمراض النمو والتطور جميعا بلا استثناء أصبح اليوم لها علاج، وأحيانا قابل جزء كبير منها للشفاء الكامل. بالتأكيد. يعني الحين اللي تابعونا ويالهم عندهم هالمشاكل، يعني المفروض ما تقعد تنطر وتخلي ولدها لما أنه يكبر مسكين، بالتالي يعني أو بنتها، وبالتالي يعني يتفاقم معاه المشكلة وأنه يعني يضر اللي حوالينا، وبنفس الوقت هو مو عارف مصلحته، ما يعرف شلون يدرس، ما يعرف شلون يتكلم مع ربعه، ما يعرف شلون يكون علاقات يعني صحيحة بحياته. فالمفروض يعني على طول، والمركز موجود قريب مستشفى الهادي مثل ما ذكرت، فتحط ولده وتروح أقرب موعد وتشوف الاستشاري وتأخذ علاج. لكن بتكلم عن أنه تأخر المهارات اللغوية وعلاقتها بفرط الحركة، شلون العلاقة بينهم؟ الحقيقة ده علاقة وثيقة جدا، وده سؤال وجيه جدا، لأنه يعني لو سمحتوا لي بدقيقتين بس أوضح المهارات اللغوية كيف تكتسب. لو سمحت لي أنا أقل من 5 ثواني للمشاهد الكريم اللي حاب يتواصل معنا، مشاهدينا أرقامنا على الشاشة، أي سؤال حاب تتفضلون فيه، الدكتور أحمد موجود معنا إن شاء الله بعد الفاصل. بعد شوي، إحنا مو الحين طالعين فاصل بعد ما جاوب الدكتور إن شاء الله، بعد شوي هذه الأرقام على الشاشة. الجزء الثاني من هذه الحلقة راح ناخذ اتصالاتكم واستفساراتكم، أي أحد عنده أي سؤال داخل الكويت برا الكويت وين ما كنتوا تتابعوني تروحون على دكتور أحمد على الهواء مباشرة. فالإجابة دكتور أحمد على سؤال عودا إلى موضوع النشاط اللغوي والوظيفة اللغوية، أوضح بشكل مبسط، اللغة لها وظيفة معرفية، أي لغة لها وظيفة معرفية إلى جانب وظيفة اجتماعية. باللغة بنتواصل اجتماعيا معا ومعرفيا، يعني أنت بتفكري بلغتك، وزي ما قال الشاعر القديم من سلبك لغتك فقد سلبك ذاتك. فدي مهمة جدا التأكيد، الوظيفة اللغوية. كيف يحدث النشاط اللغوي وكيف تحدث مهارة التحدث أو مهارة اللغة التعبيرية؟ مسألة اكتساب مهارة اللغة بتحتاج لثلاث عمليات متتالية ومترابطة. أولا اللغة الاستقبالية، وهو ما يطلق عليه بالاصطلاح العلمي receptive language، وده معناه يحتاج إلى جهاز سمعي سليم 100% علشان يقدر يستقبل مخارج الألفاظ ويترجمها بشكل صحيح، وتنتقل من خلال هذا بموجات
ينقلها العصب السمعي لكي يتم اختزانها في منطقة محددة في الجهاز العصبي المركزي، ثم بعد ذلك يتم استدعائها فيما يعرف باللغة التعبيرية وفقا للمواقف الملائمة، أي الإكسبرسيف لانجوج. فإذا اللغة بتمر بثلاث مراحل، النشاط اللغوي بيمر بثلاث مراحل. بداية بنؤكد أن اللغة وظيفة اجتماعية ووظيفة معرفية. ثانيا الثلاث مراحل دول لازم يكونوا في ذهننا، أنه في مرحلة اللغة الاستقبالية ودي تستلزم جهاز سمعي سليم 100%. ثانيا يتم التخزين في منطقة محددة في الجهاز العصبي المركزي، فتحتاج لجهاز عصبي مركزي سليم 100%. ثم الاستدعاء، والاستدعاء ده بيتوقف على التدريب. نعم بالتأكيد اللغة من هذا المنطلق لها كل الوظائف دي. تخيلي بقى طفل ليس لديه القدرة على الإنصات، شنو يسمع بأذونه؟ يعني احنا ودي افهم الجواب، لكن عقب ما ناخذ مشاهدينا هذا الفاصل عقب هرد لي موضوعنا. شوفوا مشاهدينا، هذه المشكله قاعد نتكلم عنها وهذا الاضطراب العصبي والسلوكي وهذه المشكلات الامانه لا احد يستهين فيها، هي مشكله. اذا انت تغافلت في هذا الامر وتركته راح يستمر معه، يستمر فتره طويله. الان راح نبي نعرف من خلال الدكتور احمد العلم شنو قال في هذا الامر، شنو هي اسبابه. ممكن تسالون ايش السبب، ليش يصير الاضطرابات هذه؟ من شنو؟ من اكل، من دواء، من عدوى، من شنو بالضبط؟ اذا واذا استمرت معه شو المشكله، وإذا ما عالجته، وإذا وصل سن معين هل يتقبل العلاج ولا ما يتقبله، وهل يأثر؟ كل هذه الأمور راح نجاوبكم عليها. ركزوا معنا في هذه الفقرة تحديدا، واتصالاتكم وأرقامنا على الشاشة، اللي حاب يتواصل ويسأل أي سؤال بالتأكيد الهواء لكم مع دكتور أحمد شرقاوي. دكتور أحمد، هذا المرض بدايته الاضطراب السلوكي والاضطراب العصبي، من شنو بالضبط؟ شو اللي حركه؟ شنو أسبابه؟ معظم أمراض النمو والتطور السلوكية والعصبية سببها الرئيسي وراثي، وهذا السبب الوراثي يجعل الجين الوراثي يؤدي إلى نوع من الخلل. هذا الخلل ينعكس في البناء الكيميائي للجهاز العصبي المركزي. إذا هذا البناء الكيميائي حدث فيه أي نوع من الخلل، بالتالي يعطي نوع من الأعراض اللي فيها خلل سلوكي أو خلل عصبي. إذن هو فقط جينات، ما لا علاقة لا غذاء لا أدوية لا عدوى لا فيروس لا غيره، يعني هو وراثي بالضبط. هل ممكن علاج هذه الجينات الوراثية؟ جميل جدا. هو الخلل الوراثي اللي ناس كتير قوي بتغفل عنه، لا تخيل مثلا أن أنا عندي جين فيه يؤدي الخلل الوراثي، ليس بالضرورة أن أنا أصاب بهذا الخلل أو أصاب بهذا الاضطراب. إذا حدثت ظروف فجرت تعبير هذا الجين يظهر الاضطراب. مثل شنو الظروف هذه؟ يعني نقص الأكسجين على سبيل المثال فترة ما قبل الولادة، نقص التغذية فترة يعني الحمل. يعني المشكلة من الأم. بس الجين يكون موجود. نعم. الجين يكون موجود ويحصل له إكسبريشن، يعني تعبير، يعني ظهور للأعراض. تعرف في تحليل الأم تروح تسوي؟ لا للأسف هذه الأمراض يعني لغاية الحين لم يكتشف فيما عدا خريطة الجينوم، وده شغل يعني العشر سنين القادمة ابتدوا يفكروا تفكيرات انه يحصل حاجة اسمها جين ترانسبلانتيشن، يعني نقل جينات عن طريق الهندسة الوراثية فالتحكم في بعض هذه الأمراض. دلوقتي الفكرة الحديثة بتتكلم عن مرض الفصام تحديدا ومرض الاكتئاب الدوري ثنائي القطبية، هل ممكن علاجه عن طريق الجينات جين ترانسبلانتيشن والستام سيل والخلايا الجذعية؟ وما زالت في محاولات فيها، لكن علاج هذا الجين قبل أن ينتقل إلى هذا الجنين لم يتم اكتشافه إلى الآن، علاج الجين نفسه. ولكن ممكن أن نبعد هذه المرأة عن بعض التحذيرات، نعطيها بعض التحذيرات تبتعد عنها، الجين هذا ما يتفجر. هل ممكن هذا علاج؟ تماما هو ده نوع من الوقاية المؤكدة، وهذه الوقاية بتفلح في أحيان كثيرة جدا في عدم ظهور الاضطراب. نعم. يعني يكون الطفل حامل الجين ولكن لا يظهر عليه الاضطراب، لأنه الاضطراب بيبقى دائما تفاعل بين الجين أو بين الوراثة وبين البيئة. دكتور أحمد، الآن اللي يتابعون الناس من يشوفون عيالهم كذي بهذا الشكل وهذا الاضطراب، وإحنا وضحنا ودكتور أحمد وضح من البداية أن هذا الاضطراب وش المشاكل اللي نشوفها من أطفالنا والبسيطة والأمور هذه كلها، لكن اضطراب أنت تشوفه
شيء غريب عجيب، مش نفس إخوانه، مش نفس باقي العائلة، باقي الأفراد، متشتت الذهن، متشتت الانتباه، يعني بشكل مبالغ فيه، بشكل أخراشد. مبالغ جدا يعني. نعم. الطفل تلاقيه وقف فوق دولاب 4 متر ويحدف نفسه، قدرته على تقدير الخطر منعدمة. اللي يقولونه دكتور، ويمكن قالوا لك بعد أيضا لما زاروك، والله شوف ترى هذا لما أبوك كان صغير كان نفسك، أنت لما تكبر راح تعقل. هو على حسب مسكين يعني، الإنسان عدو ما يجهل. أيوة أيوة. لكن هل ممكن يستمر هذا المرض معاه لطول العمر يا شيخ بالسن، ويكبر بالسن مستمر مع هذا الاضطراب، ولا فعلا يعقل؟ أنا أحييك على هذا السؤال، لأن هذا السؤال حير العلماء على مر العشرين سنة السابقة. يعني صار ريال ويستمر مع المرض؟ بالضبط. لدرجة أن هم قسموا الـ ADHD أو متلازمة فرط الحركة مع قلة الانتباه في بعض المدارس العلمية إلى مرحلتين أو نوعين من المرض، مرض يصيب الأطفال إلى ما قبل البلوغ، ومرض آخر يصيب البالغين فيما بعد ويستمر معهم. وفي اتجاه لا، إن هو نفس المرض بس بيتطور. ليه؟ لأنه العرض الرئيسي اللي هو فرط الحركة بيتحسن جدا ما بعد البلوغ، ولكن بتبقى أعراض تشتت الانتباه مع بعض الاندفاعية. نعم. ودي يعني بتلزم المريض ما لم يأخذ علاجا دوائيا. زين دكتور، انت ذكرت علاجا دوائيا. الحين يعني اللي تابعونا ويبون ولدها يعاني من هالمشاكل، بنته تعاني من هالمشاكل، جات ولن سنتر، كم جلسة، شنو العلاج، هل هو علاج دوائي ولا علاج نفسي، شلون تتعاملون مع اللي يعاني من هالمشاكل وباسرع وقت؟ يعني هو عنده امتحانات مثلا، نعطي مثال، بعد شهر، بهالشهر ممكن تعالجون هالطفل ويصير طبيعي نفس باقي اخوانه ونفس باقي يعني الاقرناء اللي بعمره؟ لا، يعني علشان نكون بمنتهى الشفافيه والصراحه، دي هذه امراض زي ما ذكرنا في خلل كيميائي موجود في الجهاز العصبي، الدواء بياخذ وقت علشان يبتدي يحسن هذا الخلل. مش كثر وقت ياخذ؟ لا، يعني علشان يبدا الدواء في عمل مفعوله من 6 أسابيع لثلاث شهور في جميع. يعني مو وايد، 3 شهور يرد ولدها وبنتها طبيعيين. وممكن من 6 أسابيع هتشعر، وفي بعض أدوية بتبتدي من أول 2 أسابيع تشعر بفرق، تشعر بتأثير. يعني ولكن يكون هادي، يقعد. طبعا. تتكلم ولدها، تقرأ له قصة، تخليه يدرس، يدرس شوي، يركز، يقعد على الطاولة، يأكل مع أخوانه طبيعي. بالضبط كده. وأعود لسؤالك السابق، علاقة اللغة بالفرط الحركة، لأن تعلم مهارة اللغة بيحتاج لإنصات، لإصغاء، فكيف الطفل ينصت ويصغي؟ يقول عنه لسانه ثقيل، فهو مو لسانه ثقيل لأنه مو قاعد يركز معاه. بالضبط. أهله مخه مشتت، يبي يلعب، يبي يروح يرد. بالضبط. فعشان كده كتير بيجي مصاحب لهذا المرض أو هذه المتلازمة أو هذا الاضطراب نوع من تأخر الكلام. طيب. لأنه الطفل ما يصغي. بالنسبة للعلاج، عشان برضو أؤكد النقطة دي قبل ما عفواً أخرج، العلاج ليس فقط دواء، العلاج فيه كذا شيء، يعني عدة أشياء. العلاج الدوائي يحتل مركز الصدارة لأنه فيه خلل كيميائي كما اتفقنا. يأتي بعد ذلك علاجات على قدر من الأهمية بمكان، اللي هي العلاج السلوكي والعلاج الخاص بالدعم الأسري والعلاج متعدد الأوجه، اللي يشمل تعاون المدرسة والقائمين على صحة الطفل في كافة المناحي، في النادي، في المدرسة، في المنطقة اللي بيقابل فيها أقرانه ومع الأسرة. ده مهم جدا، تضافر الجهود دي مهم جدا. زي ما كنت تضافر الجهود، يعني قولوا لهم ترى ولدنا يعاني من مشاكل، لأنه مهم المدرس في المدرسة يفهم أنه لا يعاقب الطفل. الطفل لازم من ضمن إشباع احتياجاته الرئيسية أن تشعريه أنه محبوب، أنه مرغوب، أنه مقدر. بالضبط. أنه مقدر، أنه مفهوم، أنه قادر على الاستقلالية والثقة والمبادرة ومنتمي. وبالمثل هذا إشعاره بكل هذا يستلزم أن المدرس بداية القائم على تعليمه تربويا أساسا يدرك منذ اللحظة الأولى أن هذا النوع من الاضطراب لا يستطيع معه الطفل التركيز لفترة تزيد عن 3 ساعة. يجب بعد 3 ساعة تغيير نشاطه، ويجب عرض المعلومات بشكل شيق. هذا كل الأطفال يعني طبعا الحروف أفندم؟ كل الأطفال، مو بس يعني كل الطفل هم يمل. بالزبط. احنا كل الأطفال بعد 3 ساعة، ده العقل البشري بيحصل نوع من الخمول أو الملل. لكن الطفل اللي عنده فرط حركة مع تشتت الانتباه ده بيظهر
صحيح بعد تلت ساعة بس بيحتاج وقت أطول عشان يعود، يعني الطفل العادي قد يحتاج دقيقتين تلت دقايق، الطفل اللي عنده فرط حركة مع قلة انتباه يحتاج على الأقل العشر دقايق. عشان كده من ضمن برامج العلاج تنويع الأنشطة الدراسية، تنويع النشاط، الطفل لا يبقى في تركيز في موضوع واحد لأكثر من ربع ساعة لتلت ساعة على الأكثر، ثم ننوع نشاطه، نعطيه شيء آخر شيق في مجال آخر يستعيد به نشاطه وبناؤه في التركيز أو قدرته على الإصغاء المحدودة القاصرة نوعا طبعا عن الطفل العادي، ياخد وقت من عشر دقائق لربع ساعة ثم يعود مرة أخرى وهكذا. مهم قوي في العملية التعليمية بالنسبة للطفل اللي بيعاني من هذا الاضطراب ما يكونش فيه إطلاقا التلقين المباشر، التلقين المباشر هيضره جدا، التلقين المباشر هيمل، لأنه من ضمن أعراض هذا الاضطراب أنه سريع الملل، سريع النسيان. في مستشفى هادي عندكم مراكز للتأهيل دكتور؟ عندنا إرشادات كاملة متكاملة وتقارير وإرشادات للمدارس وللأهالي كيف يتعاملون مع مثل هذا الاضطراب. نعم جميل. دكتور احنا قلنا بالمقدمة أن 7% من أطفال العالم يستمر مع هذا الاضطراب، في أكثر من 60% مصابين من مرحلة الشباب. ده صحيح. هذه نسبة طبيعية دكتور ولا في مشكلة؟ يعني اسمح لي أقول لك يا أخي راشد، النسبة دي نسبة قليلة جدا اللي أنت ذكرتها. أحدث الإحصائيات وفقا للدليل الدولي الإحصائي للتشخيص العالمي في فرنسا وصلت 14% من أطفال المدارس، في بريطانيا في مقاطعات كاملة منها مدارس في مانشستر وصلت ل 18%، وبعض الولايات الأمريكية وصلت ل 21%. عندنا في العالم العربي الإحصاءات اللي اتعملت محدودة لكن بتتراوح ما بين هذه النسب، يعني متفقة مع نسب. هذا مؤشر خطير دكتور، مؤشر خطير جدا، مؤشر ان عندنا مشكلة قادمة جدا. واخطر ما يمكن، معلش اسمح لي اقوله عشان انبه، اخطر ما يمكن في هذا لما في مرحلة البلوغ وما بعدها انه تؤدي للادمان. يعني عقب البلوغ يا وعندكم مرضى يعالجون من فرط الحركة، ممكن يك واحد عمره 18 19 ولا 20 ولا 25 سنة بياخد شكل تاني، بياخد شكل اكتئابي، بياخد شكل إدمان العقاقير، إدمان بعض الأشياء. وأكثر الأشياء اللي بتسبب التعثر الدراسي والإدمان من ضمنها متلازمة فرط الحركة مع قلة الانتباه، من هنا أهمية سرعة الاكتشاف وسرعة العلاج. نعم. يعني منذ الطفولة المبكرة يكتشف طبيب التطور القائم على موضوع الطب التطوري ويعطي له العلاج المناسب وفي الوقت المناسب. كلما بدرنا بالعلاج كلما كانت النتائج ممتازة، وكلما تمت الوقاية الاجتماعية لهؤلاء الأطفال وأهليهم من ويلات وعواقب وخيمة جدا لو استمر. وإحنا هذا الدور وانتم بارك الله فيكم بتوعية هذا المجتمع من ناحية هذا المرض تحديدا وخطورة هذا المرض في حالة الإبقاء عليه. قد البعض الدكتور يتهاون هذا الأمر ويستبسط هذا الموضوع، يقول لا يبا، يعني خلينا نكون واضحين، هذا مجتمعنا، لا يبا ولدك ما فيه الا العافيه، بنتك ما فيها الا العافيه، خلي الحكي هذا. عارف الاخطر ايه؟ عارف الاخطر ايه يا راشد؟ شفنا اقول لك كمان الاخطر انه عدم تقدير نفسيه الطفل وحالته المزاجيه. هذا الطفل بيكون خارج عن ارادته، هذا هذا القدر من الاندفاعيه وهذا القدر من التشتت، يعاقب في المدرسه بينما هو طفل ذكي ويصلح تعليميا وممكن يتفوق. نعم. بس محتاج برنامج خاص للتعليم. في حالة هذا الإهمال الغير متعمد من هذا الأسر من باب أنه لا يبا ما في إلا العافية، ما عليك من هذا الحكي موجود دكتور، خلينا نكون واقعيين. طبعا ده اسمه الإنكار، اسمه العلمي دينايل، الإنكار. نعم. رسالتك لهم تحديدا لمن يستبسط ويستهون هذا الأمر دكتور، شنو ممكن يعكس على هذا الطفل المسكين اللي ما يملك قرار يقول يا جماعة ودوني حق الطبيب، ما يقدر يقول. رسالتي ده جميل أوي، أنا أشكرك على هذا السؤال. رسالتي إن الطفل أمانة هيحاسبنا عليها الله سبحانه وتعالى، وهذه الأمانة تقتضي أننا لا نغفل هذا الاضطراب، لأنه من شأنه أن يدمر حياته فيما بعد إذا لم يتم اكتشافه مبكرا وعلاجه مبكرا، وبالأخص أنه ليه علاج ناجع، يعني علاج شامل وعلاج يؤدي للشفاء التام. مثل ما ذكرت ثلاث شهور، يعني ممكن في خلال ثلاث شهور. أنا عندي حالات في المركز، يعني أقول لك أنه يعني أذكر لك أن مثلا أربع أو خمس مدارس تحديدا رفضت هؤلاء الأطفال وبعضهم اترفضوا، النهاردة اتفرج عليهم بيتفوقوا إيستارز ما شاء الله ما شاء الله. فيعني ليه؟ خد علاج دوائي، خد علاج تأهيلي سليم، خد تنمية مهارات، تعديل سلوك، النهاردة ما شاء الله.
بس المهم يتشخص مبكرا ويأخذ العلاج مبكرا. يعني كل شخص يتابعنا لا تستهينون بحالة عيالكم إذا يعانون من فرط الحركة. وعايز أضيف بس يا روان أنه عايز الأهالي يطمنوا أن الطفل المصاب بهذا بيكون طفل ذكي وليس معاق عقليا. يعني لازم يعرفوا ان ده مجال للفخر. معظم الاطفال في جميع الاحصائيات اللي بيجي لهم فرط الحركه تحديدا بيكونوا اطفال اذكياء، درجه ذكائهم اعلى من العادي. يعني عقبها راح يطلع ولدهم متميز جدا بالعلاج. جدا جدا نعم. ان شاء الله. بس ما تنكرش زي ما بيقول الاخ راشد، ما يحصلش دينايل، ما يحصلش انكار، لان الانكار هيضر الاهل زي ما هيضر الطفل. طبعا مركز ويل سنتر اللي هو مستشفى الهادي والدكتور احمد الشرقاوي راح يكون موجود فيه ويستقبل اي حالات يعني تجي، والعلاج مثل ما ذكر ما تاخذ اكثر من 3 شهور، ويتغير ولدك من طفل يعاني من فرط الحركه. بس طبعا بيكمل على العلاج، يعني 3 شهور بتظهر بتظهر التحسن بشكل واضح، بس بيكمل على العلاج. يعطيك العافيه دكتور احمد الشرقاوي على تواجدك معنا، استشاري للاضطرابات السلوكيه والعصبيه وامراض النمو والتطور، على تواجدك معنا باستديو مسائي. إذن مشاهدينا كل الشكر للأستاذ الدكتور أحمد الشرقاوي، والشكر موصول لمستشفى هادي على هذا الاهتمام بهذا التخصص النادر وعلى هذا التعاون وهذا البروتوكول العالمي المطبق عندنا بهذا بالشرق الأوسط والإقليم العربي تحديدا، عندنا فقط بالكويت، فقط في مستشفى هادي. مستمرين معاكم مشاهدينا لكن بعد الفاصل. بعد ما صارت النحافة موضة في عصرنا، صارت أغلب النساء وأيضا الرجال يسعون إلى الرشاقة مهما كلفهم الأمر. أخسري 10 كيلوغرام من وزنك في أسبوع، يا سلام، إعلان جدا مغري، الكل يبي يروح له. لكن للأسف مغري إلى شنو؟ إلى الأمراض، إلى الموت الفجأة، والشواهد والحوادث كثيرة وكثيرة. تفاصيل موضوعنا الليلة لهذا المساء راح نتكلم عنها إن شاء الله. رحب بضيوفي وننطلق معاكم مع هذا الموضوع لأهميته ولخطورته، وشنو هي عواقب للأسف في عملية الإنسان لما يستسهل ويستبسط هذا الأمر اللي لا ذمه ولا ضمير البعض عنده، وياخذ وتعال دورني عاد وشوفني وعاقبني، وهل القانون يعاقبني ولا ما يعاقبني، وروح وطول في هذا الموضوع والضحايا ورا بعض. رحب بالبداية مشاهدينا الكرام ضيوفنا في هذا المساء، مساكم الخير جميعا. بداية مع دكتور طلال الخضر استشاري جراحة السمنة والمناظير. مساء الخير دكتور طلال. نور حياكم الله. أهلا وسهلا. استضافة الله يسلمك. حياك الله. وأيضا نرحب مشاهدي الكرام بدكتور مهند الحداد استشاري جراحة السمنة والمناظير. مساء الخير دكتور مهند. مساك الله بالنور. أهلا وسهلا فيك. وأيضا الدكتورة أمل الأنصاري وهي عضو دولي في هيئة الغذاء البيولوجي بألمانيا. مساء الخير. مساء الخير. الله يحييك. أهلا وسهلا فيك. حياك الله. وأيضا زميلنا والمتميز دائما كابتن سالم العنزي وهو خبير التغذية والرياضة. مساء الخير كابتن. مساك الله بالنور وساعة مباركة. التقينا في اليوم على الطيبة. اهلا وسهلا حياكم الله ومرحبا فيكم. طبعا امسي عليكم ضيوفنا الكرام، وبالبدايه نروح لدكتوره امل. طبعا ما ابي اقول عن نفسي ان انا عاني من هوس الرجيم، ان شاء الله ما وصلت لمرحله الهوس، بس انا من الناس اللي اهتم بالرجيم وكل يوم رجيم وباكر مو رجيم وغير الرجيم، فودي اعرف شنو اسباب هوس الرجيم عند البعض اللي يتابعونا. هو في بعض الحالات فعلا يكون هوس، لكن في بعض الحالات احساس بانه بداية أمراض ابتدت تنتاب هذا الإنسان، فنقدر نقول يعني شقين. الشق الأول فئة من الناس تسعى يعني للرجيم بسبب خوف من الأمراض، أمراض القلب، السكر، حتى السرطان، حتى كذا. ولكن الشق الآخر هو فعلا الهوس اللي هو طلب يعني الرشاقة، وتشوف صديقتها جارتها يعني تقليد. نعم يعني تقلد غيرها انها تشوف جهتها في تقليد او انها او انها يعني رغبه. انت تدرين المراه فطرتها تحب الجمال وتحب الاناقه وتحب اللبس الرشاقه، فاي فتبي تكون في نظر الغير اجمل، سواء كان للزوج، سواء كان للصديقات، سواء كان حتى لنفسها. انت عارفه هذه غريزه في البنت من الطفوله، فهذا سبب من الاسباب. ولكن يطول الحديث بسبب هذا الموضوع، يعني للأسف صار استغلال يعني، واللي وراء الكواليس استقلوا هذه النقطة فأصبحت تجارة. يعني أصبحوا إن هم يعني يستقطبون هذه الفئة من البنات الصغار اللي يدورون على الرشاقة أو على النزول الوزن السريع. نعم. تلاقين واحدة تقول مثلا أنا عندي الأسبوع الجاي عرس، أو الشهر الجاي أخوي بيتزوج عرس بسرعة بهالأسبوع بضعف، أبي شيء سريع أعطيني. المشكلة أن
تروح صيدلية تروح تشتري حبوب للرجيم أو كذا، بغض النظر يعني وحدة تقول لها أنا استعملتهم نفع معي تعالي أنت استعملي، وللأسف أن يكون هذه الأعراض قد تكون تعاني من أعراض ما هي موجودة عند محاور كثيرة يعني. طرحتيها دكتورة راح نناقشها في هذا الحوار، لكن يبدو أن النساء راح يبررون حق نفسهم في هذا الأمر، يعني يلتمسون العذر للبعض اللي قاعدة ومسكينة وما مسكينة. فاليوم نشوف عالم الرجال والطب تحديدا في هذا الجانب وأيضا الخبرة في هذا الموضوع، والتقى معه الدكتور. خلينا نتكلم في موضوع اليوم الرجيم، شنو مشكلته بالضبط، شنو المشكلة اللي قاعد يعاني منها الشخص اليوم قاعد يأخذون هذه الأدوية وفي إشكالية تحصل معاهم، مشكلة الرجيم شنو بالضبط؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا نتكلم عن الرجيم، احنا نتكلم اول شيء عن مرض السمنه. السمنه مرض مزمن ما له علاج، هاي الفكره لازم يكون الكل عارفها. احنا نتعامل مع مرض يعتبر مرض مزمن. الشخص طبعا يحاول ينزل وزنه، يبي الشغلات السريعه والسهله في نزول وزن، فدائما يتبع الشغلات السهله، مثلا نتكلم عن حبوب تخسيس او غيره اللي هي اخطاء الرجيم. اخطاء الرجيم اي نعم. الناس تشوف مثلا عمليات سمنه عمليات خطره بعض الناس، والبعض اخر يشوف رياضه والانظمه الرياضه تعتبر انظمه صعبه، يعني ما لها قيمه الرياضه. نعم، فيلجون الى الرجيم. الرجيم طبعا الاخطاء، مثلا نتكلم عن الرجيم، احنا الرجيم الصح لازم يكون طبعا تحت اشراف شخص متخصص. نحن بنعرف الاخطاء اللي يقعون فيها شنو اللي يقع فيها، قصدك الاخطاء اللي يقع فيها اخطاء الرجيم بالضبط. إيه؟ هو فكره ان طبعا الشخص مثلا بيقول انا بسوي رجيم، يحط بنفسه مثل ما تقول مثل داش معسكر. زين، يقول والله انا الحين مثلا عندي شهر شهرين ابي انزل 10 كيلو 20 كيلو، فيدخل في مثل ما يقول الرجيم القاسي. طبعا هذا خطا، لان انت تتكلم عن رجيم تتكلم عن نظام غذائي، طبعا لازم يكون معاه مقترن بالرياضه. نظام غذائي معناته لازم يكون عندك نظام تمشي فيه على حياتك كلها. نعم، يعني مو فترة معينة، لأن احنا مثل ما قلت أنا بالبداية لما تكلم عن السمنة مثلا، إذا شخص دخل في مرض السمنة معناته يعاني من مرض مزمن. فأنت شلون تقدر تتغلب على الشغلة هذه؟ بأن تغير اللايف ستايل مالك في الطريقة اللي تمشي مع حياتك. الشغلة الثانية، عندنا مثلا ناس تهمل مثلا وجبة الإفطار. الفطور هاي تعتبر من أهم الوجبات في نزول الوزن، تساعد طبعا في نزول الوزن والشبع. الافطار يساعد في نزول الوزن. اي نعم بالضبط. إيه؟ والبعض يعتقد إيه؟ ان لا انا مسوي رجيم ما ابي اكل. بالعكس. اي طيب. وكذلك الناس تهمل مثلا شرب الماء، السوائل، تقلل مثلا بالبروتينات. في ناس كذلك مثلا شو تسوي؟ تتبع مثلا الاكلات اللي فيها مثلا فات فري او شوجر فري، اعتقاد مثلا هذه ما فيها سكر، ما فيها دهون. هذا يضعف بسرعه. نعم، لا الفكره لا، هو العكس يصير. الشغلات هذه يصير عندها فيها مكونات مثل مصنعات غذائيه تساعد في رفع هرمون الجوع عندك. نعم، فيعمل على دكتور مهند ايضا نفس الموضوع. في البعض يلجا الى ورقه اخرى، انا اليوم راشد بسوي رجيم، اروح حق كابتن سالم، كابتن سالم اعطني الورقه اللي عندك، والله ما شاء الله عليك ضعفت، شنو تبعت؟ قال والله هذه الورقه وصف لي فلان، اعطنيها واخذها واطبقها. وقيس على ذلك ايضا لما اروح حق الصيدلي، انا ليش اروح حق دكتور واروح حق عياده واروح خليني اروح بالصيدلي عندنا هني، خوش دكتور والله ايش زينه ما يرد احد، واقول يبا انا بسوي رجيم عطني ادويه. هالكلام صحيح؟ صدق هالحكي هذا؟ وناس يقول لك انا والله جربت وضعفت. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا لما نتكلم عن حبوب او ادويه تخسيس الوزن، الادويه بشكل عام تنقسم الى قسمين. احنا عندنا القسم الابروفد والقسم النون ابروفد. القسم اللي ابروفد باي الاف دي اي اللي هي منظمه الغذاء والدواء الامريكيه، والادويه اللي هي ما هي معترف فيها مثل سيبوترامين او مشتقات ماده السيبوترامين. الادويه اللي هي طبعا ابروفد اللي نقدر ناخذها اوفر ذا كاونتر، مثل مشتقات الحبوب، مشتقات الشاي الاخضر، يعني حق التخسيس قصدك دكتور. نعم، بالنسبه للتخسيس متابعنا ويبي ادويه، فعلا في ادويه. نعم، في ادويه معترف فيها من الاف دي اي. ادويه هي طبعا مشتقات مواد طبيعيه مفيده للجسم، في نفس الوقت تساعد على عمليه التخسيس او زياده نسبه الايضاء، يعني زياده نسبه الميتابوليك ريت. فبالتالي هذه الادويه متواجده عندنا في الاوفر كاونتر، منها مستخلصات مثل ما قلنا الشاي الاخضر، الزنجبيل، في مادة احنا نسميها كو انزيم Q10. هذه مادة تساعد كمان على زيادة عملية الاستعانة دكتور.
شنو تعليقك عليها؟ عملية الاستعانة بصديق بورقة تخسيس، عملية الاستعانة بصيدلي بالتخسيس، إيه؟ تعليقك على هذا الأمر، خطورته، خطورة هذا الموضوع، هل هو شيء إيجابي ولا شيء صحيح أو مش صحيح؟ فأنا هذا اللي أقول لك، اللي معترف فيهم هذول أغلبهم مواد صحية، مواد طبيعية مستخلصة من 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 من, من أعشاب أو من نباتات أو من مواد طبيعية، بالتالي هذه ما يمنع استخدامها، لكن لما نيجي حق المشكلة الكبيرة، المشكلة الكبيرة اللي هي الأدوية أو الكامباوندز اللي متواجدة في 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 الحبوب اللي مسحوبة من الماركت مثل السيروتونين اللي في بعض المواد ما أدري نذكر اسمها تجاري، شنو تسوي هذه المواد؟ هذه المواد تعمل على تكسير المادة الكيميائية اللي عن طريق موصل العصبي اللي وصل للخلية، تكسر هذه المادة الكيميائية. نعم. بس فيها ضرر على 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 المدى البعيد مثل الهلوسة، مثل الأعصاب، واحد يكون عصبي، نعم عصبي، الدبريشن، سيفير دبريشن، السكتة الدماغية، الموت المفاجئ، بالتالي هذه سحبت أصلا من الأسواق، لكن للأسف ما زالت في بعض الناس يبيعون هذه المواد على أساس أنها مشتقات مواد طبيعية، بالتالي خطورة. إذن إحنا لابد أن على الأقل نصل إلى 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 conclusion بأن أن عملية الحبوب اللي تستخدم لتخسيس الجسم يجب أن تكون مراقبة من تبع خبراء في هذا، سواء كانت خبيرة تغذية أو يكون دكتور في هذا الصدد. نعم بالتأكيد دكتور مهند. لكن نروح لكابتن سالم طبعا، وكابتن سالم من زمان وانت تحذر من حبوب المنشطات، حبوب التخسيس، وطبعا هالحبوب اللي تباع على الملأ مثل ما يقولون، فشنو سبب تحذيرك من الحبوب؟ طبعا أمسي عليكم وعلى كل أخوة المشاهدين، وعسى الله يعني يبعدنا من أمراض السمنة. ودائما انا قبل اللقاء قاعد اقول حق الاخوان كلمه رجيم، رجيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني كلمه رجيم بحد ذاتها كلمه كريهه، نعم ما حيتقبلها. لكن احنا ليش ننطر لما الفاس يطيح بالراس؟ اذا كنا احنا ندري والدكاتره يأكدون ان السمنه هي باب داء ومرض، زين ليش ننتظر لما تحوشنا السمنه؟ فاحنا مفروض يعني اولياء الامور، وزاره التربيه، المناهج التعليميه، المفروض توثق ان مثل ما يتكلمون عن مخاطر مشروبات الطاقه، عن التدخين، ان هذه الاشياء توثق ان السمنه لها مخاطر، عشان اولياء الامور يعرفون ان هذا الاكل صحي وهذا الاكل غير صحي قبل ما الياهل. طبعا انت مو بالشيء سهل لما الياهل ابوه وامه كل شيء يعطونه من هو صغير وياكل ويخبص، مو معقول نبات لما يصير عمره 10 سنين 20 سنه بتقول له سوي دايت، بيسوي دايت من شب على شيء شاب عليه. بالضبط. مفروض احنا من الصغر اولياء الامور ان احنا خلاص اللي يتدبس بالسمنه عنده اما يمشي او يخسس او يتبع نظام غذائي او طرق المشات الديره الله يا مكثرها، بس احنا عندنا مشاكل. البعض وليس الكل دائما يتعذرون، الجو حار ما نقدر نمشي، والاخبار ولا ما لي خلق، واذا صار الجو بارد يقول جو بارد، واذا صار الدنيا ليل يقول رطوبه. احنا نخلق الاعذار، السمنه هي يعني المعده هي بيت الداء، احنا لازم نشوف حلول. أو تبدي أنا خاطبت أكثر مرة وزارة التربية ووزير التربية إن المفروض المناهج نعلم عيالنا اليهال من أول ما يدشوا مرحلة ابتدائية إن السمنة تفتح لك كذا وكذا، كوليسترول، قلب، أمراض الدنيا، السمنة، الدسك، الصداع، النفسية، الاكتئاب، كل شيء. إنزين الأخطاء الشائعة عندنا بالكويت، الرجيم صار عندنا فوضى، موضة، تجارة، كل من هب ودب قام يبيع. على سؤالك لما ليش أنا كنت أحذر منها، هذا انا ماني دكتور ولا اني بروفيسور، انا لاعب واختبرت الخبره هذه يعني مع ابطال، مع ناس، مع دكاتره، مع الاخوان، مع الاخت، مع المجلات، الاعلام. الله سبحانه وتعالى اعطى الانسان عقل، فان الشيء اللي تعرف انه هذا يضرك وخر عنه وشوف شنو الشيء الافضل من عنده. صارت عندنا تجاره اعشاب، فاحنا للاسف يعني رحمه الله عليها المواطنه اللي توفت من ايام معدوده، فاحنا في عام 2015 استخدمت حبوب بديلة التكميم، وحذرت تحديدا مع أخوي راشد قبل 3 سنوات، وقدمت نداء حق وزارة الصحة مع أخوي راشد، وكان على هون مباشر في برنامج مسائي، كنا أنا وراشد نتكلم، فقلت حبوب بديلة التكميم تؤدي إلى الموت وتسبب الإغماء المفاجئ وتسبب الجلطات. نعم راشد شاركني في الحوار. حبوب بديلة التكميم، هذه الأمور اليوم إحنا الآن سوينا فرشة في بداية هذه الفقرة مع حضرتكم، وصلنا المشاهد الكريم هذه الاختصاصات مع ضيوفنا الكرام، كل واحد شنو اختصاصه وشنو هو دوره، أعطيته هذه بعض المعلومات. الآن راح ندخل بعد الفاصل إن شاء الله في الأمور، المشاكل اللي قاعد تحصل عندنا بالبلد، شنو هي حلول هذه المشاكل. أعتقد كلكم نشيطين في عالم السوشيال ميديا، كلكم نشيطين في توعية الجمهور وتوعية المشاهد الكريم،
كلهم من اختصاصه، كلهم في مجاله، كلهم على حسب علاقاته بين زملائه واهله وناسه. لكن اليوم هذه الحلقه راح نخليها حلقه دسمه بوجود حضرتكم ان شاء الله. بعد الفاصل راح نحلق في هذا العالم التحذيرات والمخاطر والمشاكل في هذا الموضوع، من هو المسؤول، ونضع النقط على الحروف بعد الفاصل. طبعاً ضيوفنا الكرام، أنا ودي أسأل هالسؤال حقكم كلكم، نبي نتناقش فيه ونعرف شن أسباب إن الناس قاعد تروح تتجه لحبوب التخسيس، واللي هي طبعاً قاعد تسبب مشاكل طبعاً. ومثل ما عرفنا سبب الوفاء، إن غير الوفاء إن الواحد مثل ما ذكر الدكتور إنه تسبب إن الأعصاب، إن واحد متوتر ومتنرفز ومو قادر يشوف قدامه، وسبب إنه هو ماخذ حبوب على بنا يبي ينزل 10 كيلو ولا 7 كيلو بفترة زمنية. هل السبب اللي يخلي البعض إنه يتجه لحبوب التخسيس إن أسعارها تكون أرخص يمكن من عمليات التكميم، رغم إن عمليات التكميم أو إن باقي عمليات اللي تعالج هالمشكلة السمنة إن ممكن مضمونة ودش سوي العملية وتطلع من العملية إن عقب فترة راح يكون وزنك مثالي، بس البعض لا، يمكن لان ارخص، يمكن لان يعني يخافون من العمليات. شنو ردك دكتوره وشنو ردكم طبعا كل الناس؟ والله مشترك. انا تكلم الدكتور مهند بخصوص بعض الادويه اللي لها علاقه بالسيروتونين. طبعا في اكثر من نوع، هو حبوب التخسيس تعتمد على ثلاث اشياء، اللي هو اما تكون تنشيف اللي هي تكون تحتوي على نسبه كافيين عاليه، أو اللي تسحب الدهون مثل الزينيكال وغيرها اللي يعني تمنع امتصاص الدهون أو 30% من الدهون بالأمعاء، أو اللي مثل ما تفضل الدكتور مهند اللي هو مادة المواد اللي تعيق السيروتونين أو تمنع تكسيره وتمنع أنه يوصل للمعدة، وبالتالي هذا طبعا له تأثير مثل ما تفضل الدكتور مهند على الذاكرة، ممكن يسبب ألزهايمر، ممكن يسبب فقدان ذاكرة. فأنا ما أرجح أن الإنسان يستخدم أي نوع من أنواع الحبوب الخاصة بالتخسيس. هذا رأيي، هذا رأي يمكن الأخوان أو الدكاترة نشوف احنا أنا ما أؤيد أبدا. بس دكتور ذكر يعني توا قال إن عادي تستخدمون، وهو دكتور اختص بالموضوع، ذكر إن عادي يستخدمون أشياء فيها أعشاب الشاي الأخضر، وذكر بعد الشاي الأخضر طبعا نسبة الكافيين اللي بالشاي الأخضر أقل من القهوة، القهوة أقل من الأدوية الخاصة بالتخسيس اللي تعتمد على نسبة عالية من الكافيين. شنو يسوي الكافيين أو حتى اللي يأخذون حبوب التنشيف؟ في طبعا الحبوب اللي تعتمد على الكافيين تعتمد على خسران الجسم على كمية كبيرة من السوائل اللي موجودة بالجسم. بس هم نفس الوقت هم تعتبر سالة منبه، هي يعني في علامات معينة. في مشكلة هني، مشكلة كيميائية، كيميائية الجسم هني تتغير بسبب إن لما الجسم يدور على ماي وماكو ماي، تدرين جسم الإنسان مكون من 75% ماي، لما يخسر الجسم الكمية المهولة من هذه من الماي يدور منين يقدر ياخذ الماي كإنقاذ حياة، فيروح يسحب الماي اللي موجود في الخلايا. هني يحصل يعني ينشف الخلية اللي معروف إن السيتوبلازم مال الخلية تسبح فيه الميتوكوندريا، جدار يعني الخلية مو جدار الخلية ولكن السيتوبلازم اللي داخل. بس هل الكافيين هو السبب؟ الكافيين إذا أخذ بكمية كبيرة، نعم هي إذا كان كمية كبيرة عنده وجهة نظر مختلفة. لكن خلينا ننتقل حق دكتور طلال في هذا الموضوع. دكتور طلال قالت لك هي أنا ما أيد، وهي دكتورة متخصصة في هذا الجانب، وكثير من الناس اللي يتابعونا الآن لما يشوف الحكي وين يكون تتفق تختلف، تتفق في نقاط تختلف في نقاط، ما تأيد أي أخ راح أشرح بعدين ليش، بس أنا أنتظر رد الدكتور في عملية التخسيس وكأنها تدعمكم في عملية التكميم هو أنسب طريق. طبعا هتكلم عن حبوب تخسيس، هي تجارة طبعا تجب المليارات، واحد كنا عارف الشغلة أن الناس مثل ما قلت أنا تدور شيء سهل وسريع في نزول الوزن، فتلجأ إلى حبوب تخسيس مثلا لأنه شيء سهل تأخذه وممكن تحصله بصيدليات ومبالغ يعني بسيطة. اعتقاد كلمتي لما قلت أنه أرخص والناس تتجه اعتقادا منهم نعم أنه تنزل الوزن. أوكي، الفكرة لازم نعرف أن إحنا لازم نغير لايف ستايل، يعني حبوب تخسيس بروحها ما تنزل الوزن،
يعني اخر دراسات مثلا تقول لك ان خلال سنه كامله زين الشخص اللي يتم على حبوب التخسيس ممكن ينزل 4 الى 5 كيلو بالسنه كامله. السنه كامله 4 الى 5 كيلو. نعم ينزل وزن ويريد يصعد شويه ويريد ينزل. الحبوب تعطي اكثر بالشهر. اي انا قصدي اتكلم احنا عن سنه كامله. لما اتكلم عن سنه كامله ينزل وزن مثلا فترات خلينا نقول 10 كيلو بعدين يريد يصعد شويه ويريد ينزل، بس اغلب الدراسات تقول لك خلال السنه الكامله نشوف الشخص هذا خلال السنه كامله يعني ما يطوف يعني ال 5 كيلو. زين الشغله الثانيه لازم نعرف ان 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 حوالي 20% من الناس يستخدمون هذه الحبوب. زين احنا نتكلم عن مرض السمنه مثل ما ذكرت، هو تقريبا يعاني منه ثلث سكان العالم يعني تقريبا 2 مليار شخص و20 مليون طفل. دكتور طلال الحبوب اللي قاعد تاخذها الناس خلال شهر قاعد تخسر اوزان كثيره. 15 كيلو شو تعليق بالشهر؟ اي نعم ما يقارب 15 كيلو. 15 كيلو هذا شو تعليق كلام هذا الشيء صحيح غير صحي؟ هو صح على الفكرة، هو طبعا غير صحي يعني صحي انك تنزل سريع كذي، في حبوب تنزل وايد زين، في حبوب مثلا تحتوي على مواد مثل فيها هرمونات الغده الدرقيه فيها حبوب كذلك تحتوي على الكافيين بدرجات عاليه مدرات البول تكون والمليينات زين هذه كلها تنزل وزن. شو سبب رفض الدكتوره بتعليقك؟ هو الفكره شوف لازم نعرف ان حبوب التخسيس في منها اللي مصرح مثل ما ذكرت الدكتور مهند مصرحه من هيئه الغذاء والدواء الامريكيه، وطبعا هذه تساعد في نزول الوزن ولكن ليست هي العلاج دكتور. هي مو الحل، هي تعتبر عامل مساعد. احنا مثل ما قلت لك تعامل مع مرض السمنه مرض معقد زين، الشخص اللي اعتمد بس على حبوب التخسيس معناته ان نتكلم بس ناخذ الشخص هذا خلال سنه يعني اغلب الدراسات مثل ما قلت لك ان يعني ممكن 5 كيلو يعني ماكسيم 10 كيلو مثل ما ذكرت بس مو اكثر. فالفكره ان 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 طبعا حبوب تخسيس ما نقدر نظم حقها، في منها تساعد ناس تعتبر امن مساعد وامنه تعتبر، وفي منها الضار يعني واحد ما يعرف يميز بين الضار وبين المفيد. لا لازم يكون ذو اختصاص. بس عندك تعليق دكتور امل؟ اثنين اللي مسموح فيهم من منظمه الصحه يعني بس اثنين اللي المفروض واحد يستعملهم، ولكن واحد منهم بعد سحب بعد ظهور الاثار الجانبيه ما يعني نقدر حالياً نذكر بس نوع واحد من العلاج حبوب التخسيس اللي ممكن انه صدق ينزل الوزن نوع واحد. نعم اي ما راح تقولين طبعا شنو مكوناته؟ هم انواع. لا ما نبي نسوي علاج حق النوع. هم انواع هم انواع مو نوع واحد. احنا اكثر دوله بالعالم حق التجارب، واللي ضحك اللي ضحك في حبوب الرجيم ان دائما تشترين حبوب رجيم وبعدين تفتحين تلاقين المنشور داخل يقول لك مع اتباع الرياضه والنظام الغذائي مع تقليل الدهون. طيب ما هو الانسان قاعد اصلا دكتور طلال عنده تعليق عنده مداخله حسب انه نزل من حبوب الرجيم، ولكن بالاصل هو لان اتبع. انا بقول لك شغله تفضل احنا الحين خلينا نشوف بعد اذنك كابتن سالم خلينا نشوف دكتور طلال كان بيعلق على نفس النقطه. اي طبعا هو في شغله بعد، هي في حبوب طبعا لازم تكون تحت اشراف متخصص، مثلا في عندنا الجلوكوفاج هي حبوب مثل السكر تنظم السكر بالدم. هذه تاخذ الناس مثلا اللي عندهم قابليه للسكر او مثلا الناس اللي فيهم سكر نوع الثاني او الناس اللي عندهم مثلا تكيسات مثلا بالمبايض حق البنات. نعم. ممكن ياخذون السكر هذا الحبوب السكر بس تحت اشراف متخصص. جميل دكتور مهند. انا برجع لك سامر ما راح اخليك راح اخليك تعلق على نقطتك بس دكتور مهند ايضا في عمليه هذا الموضوع احنا مش في صدد ان نتفق نختلف، لكن بنوصل الناس المشاهدين يتابعونا الى نقطه مهمه انه يهتم في نفسه ما يلجا لهذه الحبوب بشكل يستسهل هذا الامر يستبسطه. اليوم عالم التكميم وعالم العمليات وكذا الناس كانت تخاف منه، لكن اليوم ما شاء الله في ظل التطوير الناس قاعده تسمع من الاخبار بس ما زال في الخوف موجود. يمكن وفيات الانفلونزا اكثر من التكميم. صحيح. الناس اللي حالت مرض الانفلونزا العادي عالميا قاعد اتكلم احصائيات عالميه. تعليقك على ما اثرناه من نقاط في عمليه هذه الادويه الحبوب تتفق مع دكتور طلال ولا تتفق مع دكتور ام؟ والله انا طبعا اتفق مع الطرفين اكيد. جميل جميل الفكره ان مثل ما تفضل دكتور طلال عندنا مشكله كبيره هنا خصوصا في المجتمع مجتمعاتنا احنا مجتمعات الدول الخليج ان يبي الريزلت سريع جدا. بالتالي يقول لك دكتور انا جينا احنا حتى علم بالعيادات مثلا يقول لك دكتور انا ابي اضعف 15 كيلو بشهر، فهو يعتقد ان احنا بنسوي له سحر مو عمليه. يعني حتى العمليه اللي احنا نسويها افضل عمليات افضل عمليات السمنه تعطيك 50 الى 60% 40 الى 50% على المريض من سواء تغيير اللايف ستايل ماله. فبالتالي احنا سلوك مو سحر بالضبط، هو السلوك تغيير سلوك هي عمليه، هي عباره عن منظومه عمليه جراحيه عباره عن لايف ستايل. فاول شيء تغيير هني تغيير الفكر ان انا فعلا ابي اضعف وابي اضعف بطريقه سليمه.
فعساس تضعف بطريقة سليمة لازم تغير اللايف ستايل مالك تماما. لذلك احنا عندنا احد الاسباب المهمة في الدول المتقدمة اذا يا واحد بيضعف اول ما يحولونه على دكتور نفسي. دكتور نفسي, نفسي لأنه طبعا انت راح تتحول من مرحلة من شكل من لايف ستايل من شخص يحب الاكل لشخص واحد يقعد بالديوانية 24 ساعة ينطر العشاء مع ربع بالليل عشان يطالع مثلا تلفزيون يطالع مباراة, هذه راح تختفي من حياتك. فبالتالي تأثر على سيكولوجية الإنسان. والحبوب هذه تتفق معه ولا لا؟ فبالتالي أهالي يقول لك فاتجاه الناس للحبوب أصبحت غير مبررة لأنه يبي يفقد وزن بأي شكل وبأي صورة سواء قانوني. إذا الناس تغيرت هو مش خايف الحبوب يعني. كابتن سالم عنده تعليق على الحبوب؟ انت قالوا لك اللي فيها كافيين وشوف قاعد شوف يعني تجادلها او قاعد كنا عندك وجهه نظر مو راضي. اكيد اكيد وجهات نظر وجهات نظر. احنا عندنا سي ال اي الزينكل اللازكس الكارنتين اوبر كارنتين اوبر وايد انواع استخدمت بغرض تخسيس الوزن غير خلطه مضاوي انت مع ولا ضد يعني كابتن؟ اي نعم اي نعم حتى مع اخذ الادويه الحلوة. لا لا انا لا انا مو معه. شوف شوف انت اليوم حتى الماي اذا استخدمته بصوره غير صحيحه راح يضرك وهو ماي وهو ماي اي نعم وهذا يضرك. لكن انت البنادول مو علشان راسك مصدع تاخذ 4-5 حبات بيطيب راسك, هذا مو علاج. ممكن ينقلب الى داء. في بعض هذه الحبوب مرخصه من قبل وزاره الصحه العالميه الامريكيه ومتفقين عليها دكاتره مختصين. لكن انا اقول لك تعتبر هذه كلها فاشله اذا انت اخذتها وما انتظمت نظامك الغذائي. انت شو الفائده قاعد تاخذ حبوب هي ما تخسر الوزن, هي تساعد في خساره الوزن. الحبوب البنادول ما يشفيك من الصداع, هو يخفف الصداع. ما في شيء اسمه علاج نهائي. حتى التكميم مو علاج. في مشاكل بعد التكميم, في ترميم, في شفط, في شد, في بلاوي. مو حل نهائي التكميم. من يقول الحل النهائي؟ في ناس ماتوا من التكميم وان كانت ناجحه, ولكن هناك وفيات. في دراسات تثبت ان اي شيء يؤدي الى الوفاه فما يعتبر هذا خطا طبي. في خلل في الموضوع. لما انت الله سبحانه وتعالى خلق المعده هذه ما خلقها عبث عشان تقص 50 ولا 70 عالميا. كابتن انا قلت لك عالميا الونزة وفياته اكثر من التكميم. اي نعم في وفيات وما زال البعض ليومنا هذا. احنا شوف في 2015 شو اللي يخلي الكويت على كثره الاطباء والدكاتره والخبراء والعيادات احنا حاصدين ما شاء الله تبارك الرحمن المركز الاول عالميا بالسمنه. عالميا بالسمنه مركز الاول, عربيا بالسمنه الاول والثاني عالميا. عدد نساء الكويت 58.2 نساء الكويتيات يعانون من السمنه. ليش؟ ما انت ديرها كبر لان كل اكل حتى المشاريع تمام الحين كلها. لو كانت حبوب التخسيس تؤدي الى نتيجه فعليه لو 50% كان لقيت الكويت الاولى في الرشاقه. ياخذون حبوب تخسيس بس ما ينتظمون نظام غذائي, واذا انتظموا نظام غذائي ما يمارسون رياضه. هم ثلاثه. العامل النفسي له دور كبير. العامل النفسي اذا نفسيا انت مرتاح ما تحتاج حبوب تخسيس. اذا زوجها في البيت يقول لها ما شاء الله انت نزلت اليوم كيل وكيل وين شدي حيلك بعيد الله هذا جهاز الجري ويلا تمشي بالفريج نص ساعه ما راح تجيب نتيجه. راح تجيب نتيجه لان في عامل مشجع في البيت. اذا اخذت شيء يخسس الوزن هذا ما يمنع, شيء يساعد ما يمنع. ما احنا اليوم قاعدين ناخذ مكملات غذائيه, الياهل قاعد ياخذ مكملات غذائيه. احنا الحين اكلنا بالكويت اكلنا عطني شيء طبيعي 100%. ما في شيء طبيعي انت عندك 100% بالكويت الا المأكولات البحريه. ماكو شيء عندك 100% طبيعي. فاحنا الحبوب انا ودي اعرض على المشاهدين هذا الحبوب اللي رايك خليها بعد الفاصل. كيف رايك؟ يلا خليها عشان نعرف ونتعرف على هذه الحبوب وشنو هذه مشاكلها ايجابيه سلبيه. كابتن سالم جاي معاه حبوب, معنا دكاتره موجودين راح نشوف شنو تعليقهم على هذه الحبوب ودورها واهميتها. شفتوا الاتفاق اللي اختلف, اللي قالك انا الحبوب ما يدها نهائيا, اللي قالك لا الحبوب في سلوك غذائي معين, اللي قال انت بادر في ذهنك وبادر مع نفسك, واللي قالك انت مهما انا عملت لك اذا انت من داخلك مش مقتنع ما راح يتغير فيك شيء. فاصل مستمرين معاك ولا تبعدون. شوف انا ما اخفيكم سر الامانه, حديث بالفاصل حكي راح تسمعونه الحين على الهواء. الكل قاعد يحكي هنا وقاعد يسولف نفس هذه الفقره راح انقلها لكم على الهواء الحين. وشنو اللي صار, الاتفاق اللي اختلف, اللي قال مشاكل انتم قاعد تسوونها بالضبط. تعتقد انك انت راح تكون ضربوا امثال عليكم الامانه على ممثلين معينين خصوصا دكتور مانا دو حد قال الكل يعتقد يبي يصير فلان او يصير فلان عدل دكتور لكن ما يصير هالحكي ها. طيب خلينا نتكلم على كابتن سالم الحبوب اللي معك. هذه الحبوب الناس تاخذها مع تعديل سلوكها الغذائي مع تعديل حياته وروتينه يضعف,
ولا مشاكل اللي بيدك؟ لو مهما يسوي ما راح يضعف، وين ضعف فهذا مؤقت، يعني راح يرد دبل اللي خسره. حبوب الرشاقة مكتوب؟ هذه عملية تجارية وليست علاجية. حبوب الرشاقة بديلة التكميم والتحويل، طبعا أشكال وألوان أنا متعمد يعني طلعت المنتج هذا على أساس الناس لا ينقص عليهم. نفس هالألوان ونفس هالحبوب هذه هي اللي تسببت في 3 حالات وفاة. فإحنا ما نبي ننتظر الرابعة ولا بننتظر الخامسة، هذه الحبوب تكون بهالشكل. شوف الطريقة. أكيد ما في أي أسباب ثانية كلو معها شغلة ثانية تفاعلت. لا 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 حتى وين هي الحبوب؟ هذه نفسها. شوف هذه الحبوب أشكال وألوان، مكتوب لك إنك تأخذ حبة على الريج، حبة قبل النوم، ويفضل إنك يمنع الأكل بعدها بساعة ما تأكل. إنزين هذه الحبوب مو مكتوب بلد المنشأ ولا مرخصة ولا في أي ترخيص ولا في تاريخ انتهى. زين على إحنا في 2015 معقول؟ يعني حتى الإنسان المختل عقليا لو تقول له أكل هذيلة، لو 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 مختل عقليا ما راح يأكلهم. بيسأل الإنسان العاقل من اللي قاعد يعطيهم الحكي؟ موجودين تدري موجودين يعني في السوشيال ميديا والسوالف. من يضبطها دكتورة أمل؟ اليوم أنتم تغذية عالمية مسائلين في هذا الجانب جد في هذا الموضوع. المشكلة دائما نحط وزارة الصحة والداخلية وزارة التجارة شماعة، بالأمانة ما تشوف شيء دخل هالبلد إلا كان وزارة الصحة التجارة. أنا السبب شلون في جمال هذا دورهم. بس هذه الحبوب ممكن وحدة تسافر تايلند ولا ماليزيا ولا كذا تجيب وياها. زين شلون بشكويك؟ المشكلة في الإنسان نفسه. زين شلون المشكلة في الإنسان نفسه كبيرة. ممكن وحدة تروح هي تجيب حق نفسها. يا دكتورة خلي تاخذها، قاعد يعلنون بالسوشيال ميديا دكتور طلال. كم سعرها؟ كم سعرها؟ وصل سعرها ل 150 دينار وتشتري الناس؟ اي نعم. واللي مشكلة في الناس واللي تبيعها لو تشتري اعرض لك تليفون عبد الله اللي تبيعهم عدد متابعينها 65,000 يعني واصلة مرحلة من وين الناس. انزين اذا وزارة الصحة تجهل القبض عليها في المطار واستعمال شخصي، انزين وزارة الصحة ما تقدر تدش الانستغرام تواصل اجتماعي ويسوون لها كمين ويمسكون هذه المحتويات اللي ما فيها اي بلد منشأ ولا تاريخ ولا تركيبتها ولا محتوياتها. جميل دكتور طلال، انتم ما تقدرون عن طريق السوشيال ميديا تستخدمون هذا الامر وتاخذون هذه الحبوب؟ هو بس تعقيب على كلام الاخوان، الفكره ان طبعا نقل عن مرضى اللي بالعياده الاكونت هذا تملكه انسانه واحده، فهي من 5 سنين او اكثر. كل فتره طبعا تغير رقم الواتساب وتغير الاكونت. زين طبعا نقلا عن المرضى ان تتصل عليهم اوكي والله مثلا نبي حبوب تخسيس هذا بديل التكميم، فتيك سياره للبيت معهم الحبوب، طبعا تدفع لهم مبلغ مثل ما قال يعني يوصل ل 180 دينار. نعم. لما نتكلم عن يعني تقريبا هو بالشهر تقريبا كنت طلع مو اقل من 2000 دينار تجاره هذه. نعم. مو تخسيس ولا علاج وعي. يعني لما تشوفين انسان مثقف او انسان مثقف يلجا الى اخذ هذه الحبوب. وين وزاره الصحه؟ يعني احنا البرنامج هدف منه ان نوعي كل شيء. احنا قاعد نتكلم نطرح الموضوع لازم هدفنا الناس مش هدفنا الوزارة. الوزارة قائمة بدورها في هذا الجانب، يعني كان الله في عونهم. واحنا لو نتكلم من حجم الوزارات نجمع وزارات الكويت كلها، واحنا اولا احنا المسؤولين كافراد، فاحنا الوزارات ما نحكي انا كثر ما نحكي عن الاشخاص والسوشيال ميديا ما في حتى قانون نظام. اكيد دورهم ولا مقبول دورهم. وزارة الصحة مو مقصرة، قائمة بدورها الامانة، قائمة بدورهم. على رأيي دكتورة وزارة الصحة ما هي مقصرة والله، وزارة التجارة مهم قصرة وحصلت حالات قدامي مهم قصرة أبدا، ولكن وين وعي الإنسان في القرن هذا في الزمن هذا؟ رقم يعني إذا الواحد حتى ما عنده فكرة في الحين الآيباد في اليوتيوب في التلفزيون في وين؟ والمشكلة اللي يأخذون هالحبوب كلهم ما شاء الله، في من الخريج، في من المهندس، في من المدرسة. جميل. زين دكتور أنا جميل. ودي أفهم الحين كون إحنا يعني قبل لا نختم الفقرة ودي أتكلم عن أن جزئية أن البعض مثل ما ذكرت يبتعد عن عملياته وسب أنه يخاف، أن البعض توفوا والسب أنه سوى عملية تكميم، ولا أن بسبب عملية تكميم صار عقبها مشاكل ثانية، أنه أوكي نزل وزنه عقب شهر ولا عقب سنة عقب فترة رد نفس ما كان أول. فهل بوجهة نظركم أن عملية تكميم هي اللي يعني تخوف البعض منها خلاهم يلجؤون للحبوب؟ طبعاً نتكلم عن السمنة مثل ما ذكرت أنا، هي السمنة مرض مزمن ما له علاج، نتكلم عن مرض معقد مثل ما ذكرت. الناس تعتقد أن عمليات سمنة هي علاج للمرض، لازم يعرفون أن بالنهاية هي العملية عامل مساعد يوصلك إلى وزن معين. فيها خطورة هالعملية هذه؟ العملية طبعاً شوف التحضير الصح معناته نتائج أحسن خطورة أقل، يعني نتكلم عن نجاح العملية تقريباً 99% منها آمنة، هي 1% بس اللي تحتاج شوية تحضير قبل وبعد العملية.
خطورة عمليات السمنة طبعاً هي تركز بثلاث شغلات اللي هي الله يقول الجلطات، فتحتاج المريض مثلاً يأخذ أبر السيولة بعد العملية أساس يتفادى ريسك الجلطات اللي هو أكثر شيء. الشغل الثاني الجفاف، يعتبر طبعاً من أخطر الشغلات كذلك الجفاف، يعني المريض بعد العملية ما يصير إنه يوصل لمرحلة العطش بعدين والله يقول بشرب ماء لأن المعدة ما راح تساعده، فالجسم يدخل في مرحلة الجفاف. يعني على طول يشرب ماء قصدك عشان على طول خصوصاً أول فترة أساس يحافظ على حاجة الجسم اللي هي تقريباً 2.5 ماء. جميل. نعم. بس كذلك أخوي طلال عبد الله أخوي طلال بعض يعني نساء ورجال عملت تكميم لها في أوزان ولها حسبة. بالضبط. صح؟ زين في بعض النساء بعض الرجال إذا يبي يسوي تكميم فحضرتكم يعني إذا كنت أنت إنسان ضميرك حي يقول له وزنك 90 ما له داعي تسوين تكميم. صح؟ فلازم إذا وزنك 100 كيلو شنو؟ نسوي ليش تكميم. فتعرف شو تسوي؟ 10 كيلو روح زيد 10 كيلو دكتور مهندس. هذا حاصل. هي المشكلة الله يسلمك إن عمليات التكميم إحنا هي اسمها بالإنجليزي شنو اسمها؟ برياتريك أند ميتابوليك سيرجري. هي عملية التكميم ما هي عملية بس مجرد لأنك تفقد الوزن، أمانة إحنا قاعد نتكلم عن تكميم لفقد الوزن. لا فيها علاجات أكيد، لكن عملية التكميم تصير عملية كمان لعلاج بعض الأمراض المصاحبة للسمنة. أكيد. مثل السكر أكيد. مثل الضغط مثل بالضبط. فبالتالي إن واحد وزنه إحنا طبعا ما نتكلم عن الوزن، لما نتكلم عن عمليات السمنة نتكلم عن حجم الكتلة، فإذا كانت حجم الكتلة قد يكون المريض عندك ممتين لكن مصاحب له أمراض مثل السكر والضغط، فبالتالي هني يقل الليفل من مثل احنا من 40 نقدر ننزل ل 35 كحجم الكتله. فبالتالي انت لما تسوي له العمليه مو بس بالضروره انه هو عشان يضعف، ممكن يعاني من مرض فان العمليه بالتالي احنا قاعدين نعالج المرض. فهلي اقول لك ففي يختلف لما تروح حق واحد تبي تضعفه عمليه تكميم للتضعيف او عمليه تكميم لعلاج بعض الامراض المصاحبه للسمنة. المقصد هي فيها نوع من العلاج. صح اكيد فيها نوع من العلاج، لان حتى اللي في ديسك واللي في سكر سبب الوزن الزايد يسبب له خشونة. صح. سبب له ديسك. نعم. عدل. نعم. حركة. صح. حركته بطيئة. إحنا ما نتكلم كونها هي علاجية. في ما يقارب يمكن 20% البعض يزيد وزنه ولا ما يزيد وزنه علشان ينجح في عملية التكميم عشان العفو. جميل. دكتور أمل أيضا تبنت عدل عليه هو أيضا بتكلم على موضوع السكر موضوع الأدوية السكر. يعني دكتور أمل موضوع راح خليك تعلقين الله يسلمك، لكن أبي مع تعليقك ننتقل للموضوع بعض الناس اللي تستخدم حبوب وأدوية السكر لخفف وزنه. فعلا مدى صحة هذا الكلام ودقته؟ لا هذا صحيح، هذا صحيح، يعني لأن فعلا الجلوكوباج يخفض السكر عند الإنسان اللي يستعمله، لأن يعمل على الأنسولين وعلى مثل ما تفضل الدكتور طلال. نعم. الدكتور طلال إنه يساعد الحين الناس كثير قاعدين يستعملونه بالنسبة لتكيس المبايض لخفض نسبة السكر. تيك واحدة تقول لك أنا بستعمله علشان يخفض نسبة يعني الدهون عندي أو الوزن يخفض عندي. صحيح. يخفض. هو يخفض لأنه يقلل حاجة الإنسان للأنسولين، يقلل حاجة، ولكن يعني في هناك كثير أشياء. يعني خلص دكتور ممكن أفهم أنا، يعني يمكن أنت تكون دكتورة فاهمة بهالموضوع، يعني الناس يمكن ما يعرفون، يعني أنا الحين بسوي رجيم أخذ حبوب المرضى السكر. لا طبعا إحنا ما ننصح، يعني حتى الدكتور لما تكلم مو علشان يقول أخذوا الجلوكوفاج علشان الرجيم. أنت تقصد كذي دكتور؟ لا مو كذي أبدا. لا 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 إحنا قاعد نقول لا، يعني في هناك اشياء انا مساله الرجيم او اخذ شيء للرجيم ما ارجح من الاسبرتام اللي هو تحطون لك سكانه الشاي تحطين فيه اللي هو السكر هذا الاسبرتام الى الكلوغوفاج. نعم. الاشياء حتى اللي نقول احنا مامونه، بس انا لي ودي يعني مدام تكلمنا عن التكميم وعن كذا انا ودي اتكلم. قال الدكتور مهند انه بالنسبه للتكميم علشان منع الأمراض السكر والقلب وكذا فعلا، ولكن الحين اللي قاعدين يسوون عمليات التكميم للأسف قاعد تظهر عندهم أمراض بسبب إن الدكتور اللي يسوي عملية التكميم. أنا ودي كل دكتور، يعني أوجه الكلام هذا لكل دكتور يعمل عمليات التكميم، إنه ينتبه لشيء وايد مهم. دائما تلاقين اللي يسوي عملية التكميم بعد كم شهر تلاقين صار عنده الذاكرة ما هي جيدة، صار عنده مثل الرعشة بإيده للأعصاب، يعني مشاكل عديدة وسبة أنه سوى عملية التكميم. طبعا راح أتكلم بدكتورة أمل بهالموضوع بشكل أكثر معاش، لكن عقب ما نأخذ مشاهدين هذا الفاصل السريع ورادين ضيوفنا.
طبعاً دكتورة أمل عندك تعليق عن عملية التكميم، أنتي معاها ولا ضدها ولا ما تأيدين وتأيدين حبوب؟ شنو تعليقك؟ يعني أنا مع وضد، يعني مع بأنه فعلاً يخلص الناس، يعني يعتبر هو منقذ، يعني المنقذ الأخير خلاص، يعني أن الإنسان لازم يعمل عملية التكميم عشان يتخلص من يعني الوزن الزايد عنده، يبتدي حياة جديدة، يبتدي التغير حالته النفسية. ولكن كثير من الأطباء، أنا أقول كثير وما يعني لهم حق الرد في هذا الجانب، تفضل يقول وجهة نظرك. يعني كثير من الأطباء، أنا ما أدري يعني بالنسبة للدكتور مهند أو الدكتور طلال، ولكن كثير من الأطباء ما ينتبه لشيء مهم، إن بعد عمليات التكميم ما يهتمون بأن عملية التكميم تنقص الإنسان كثير من العناصر الغذائية، وبالتالي إذا كانوا خايفين من السكر، خايفين من الضغط، خايفين من القلب، كل الأمراض هذه ممكن في المستقبل أنها تطلع. مكملات غذائية في شيء هو اللي ما يحافظ، يعطيه مكمل، يعني مستحيل يترك الدكتور شال ربع المعده ولا نصها ولا غيره، اي هو قياس موحد عموما، هو قياس عالمي واحد مكمل غذائي. طيب وفي نقطه، لا نقطه وايد مهمه، بعجاله عشان يردون بعجاله في لما تحصل عمليه تكميم، يمكن الدكتور طلال معي خليك معي، انتم تقصون جزء من المعده. طيب الجزء من المعده هذا هناك في ماده يفرزها، هذا اهم واخطر معلومه يعني تكلمنا فيها بالمانيا، اللي هي ان فيتامين بي 12 في ماده تطلع من المعده تمشي بالدم، وبالتالي الموجود في المعده موجوده وبالتالي تتحد طبعا مع الفوليك اسيد، تمشي بالدم وبالتالي يعني تساعد على امتصاص فيتامين بي 12 عن طريق نهايه الامعاء الدقيقه. هذه اذا نقص فيتامين بي 12 للاسف راح يصير التهاب اعصاب. التدرين ان فيتامين بي 12 يتصنع منه غشاء الميلين الخاص بالاعصاب، يغلف الاعصاب مثل سلك الكهرباء، وبالتالي ايضا يشترك مع بي 6 في خلايا شوان اللي هي تصنع غشاء الميلين، مثل لما تجين تحكين صوف، شلون بداية على رأس يعني الخلية العصبية. ما لها حل هذه العملية في حالة اجتزاء هذه المعدة من جسم الإنسان؟ ما كثير ما من الأطباء بد. ما يعوضون يعني ممكن فيتامين بي. طيب خلنا نعطيهم حق أنا العفو، بس لازم دكتور مهند تفضل. دكتور احنا عمليات مثل ما قلت هي أصلا مو اسمها عملية، هي عمليات السمنة المفرطة، سواء كان تكميم أو غيرها. فبالتالي التكميم أحد العمليات اللي موجودة. نعم. أنت على أساس تسوي عملية تكميم لابد تتواجد أنت كدكتور جراح تكميم، خبير التغذية، أنا حاجيك بعد العملية الحين ها، بس قبل العملية خبير تغذية، خبير إندوكراينولوجيست يعني شخص متخصص في الغدد الصماء، دكتور تخدير، هذيلي كلهم تخيلي كلنا على مريض واحد أساس نطلع في النتيجة. بالتالي أنا مو أقص المعدة والدكتور والمريض يمشي، لا طبعاً أكيد المريض أنصح المشاهدين يرجعون طبعاً المريض لابد بعد العملية يتم متابعة هذا المريض وبشدة، على الأقل للسنة الأولى يتابعه مع الدكتور الجراح ويتابع مع خبير أخصائي التغذية بشكل مستمر، يشوف أجلنا قاعد يشوف واحد والفحص الدوري مطلوب، فحص دوري فبالتالي مطلوب. أما على موضوع الفيتامينز هذه أصلاً It's routinely corrected، لأن إحنا نعطيهم بروتين على شكل على سوائل، نعطيهم فيتامينز مالتي فيتامينز يستخدمونها، وبعدين بشكل مستمر ودوري نسحب منهم دم نتأكد نسبة الفيتامينات. فبالتالي المريض أنا بالنسبة لي مو بس أنا ما وصلت نتيجة لما المريض يضعف، لا لما المريض يضعف وبشكل صحي ومحاوم بشكل صحي. دكتور طلال، هو الحل الأمثل يعني والأنسب إن عملية التكميم، لأن فعلًا حبوب التخسيس نوع واحد اللي هو مصرح فيه، ممكن ان احد يعني اللي يعانون من سمنه ويبون ينزلون وزنهم بسرعه انه ممكن ياخذون هالحبوب هذه، ونوع واحد وباقي الانواع كلها يعني انواع تجاريه ومضره بالصحه وتسبب الوفاه، لكن ذكرت ان الواحد يغير اللايف ستايل وبالتالي هو يتخلص من كل هالمشاكل، بهالحل على من الانسب يعني اللي تابعنا هم ما يدري شيء. صحيح ساعه بس. تكميم خطر، ساعه حبوب التخسيس يعني بس نوع واحد وهم ما تنصحين فيها دكتوره، فشنو ردك؟ شوفي انا بس اعقبك كلام دكتور اخوي مهند، الفكرة أن عمليات تكميم زين هي عمليات مثل ما قال أن علاج يعني للأمراض المصاحبة للسمنة. أوكي إحنا نتعامل مع شريحة زين المصابة بالسمنة المفرطة مثلا عندهم يعانون مرض خطير، يعني في ناس فيهم اختلاق ليلي، أمراض سكر وضغط وغيره، أمراض القلب، الأمراض النفسية أكثر يمكن. فهذه أمراض تعتبر أمراض خطيرة.
زين احنا في البدايه المريض يجي عياده نعطيه مثلا برنامج غذائي رياضي فدت من 6 اشهر لسنه وبعدين نشوف نقيس المريض لا والله الوزن قاعد يزيد بحاشه مرض سكر وضغط كوليسترول امراض القلب ف وما نفع مع حبوب التخسيس مثلا فنبلش نقول لا والله خلاص العمليه تعتبر عامل مساعد حق المريض. كان الكابتن معارضك عنده مداخله او لا انا قلت في البدايه انا قلت عمليه تكميم ليست عمليه نهائيه علاجيه. تعليقك على دكتور طلال لان احنا وصلنا حق الختام مع حضرتكم في نقطه جدا مهمه الجانب الرياضي اي شخص بعد التكميم لابد انه يتعرض له اول شيء يعني تشوفه يدخل في مرحله عامل نفسي لا يطيق عياله زوجته هذا يمكن اول شهر شهرين بسبب الحاله راح يتعرض لها خساره الوزن من 150 كيلو خلال شهر ينزل 20 كيلو شوف فبالتالي لما يطالع نفسه بالمنظار انت مع ولا ضد كابتن انا ما عرفت لا لا لا, 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 لا انا لا مع التكميم ولا ضد شوف التكميم شوف انا قاعد انا قلت وزنه 150 كيلو وقصير ووزنه كبير متاذي انا مع وضد مع من يستحق اللي في ناس اوزانهم 150 كيلو 150 كيلو عنده قلب عنده ضغط عنده سكر فهذا مضطر لكن اذا واحده وزنها 90 كيلو صحتها زينه وتمشي ايش حق تسوي تكميم هذا هي يرجع له ويرجع حق الدكتور اللي مش حاط ضميره قدامه في هذا الجانب الترهل. كابتن سالم انا وصلت حق الختام شكرا لك بس باخذ منكم كلمه بشكل سريع دكتور طلال شنو حاب تقول في هذا الجانب وعالم التكميم انه طبعا اهم شيء ان الشخص مثل ما قلنا الالتزام بالرياضه ونظام غذائي هذا افضل طريق واسلم طريق لنزول الوزن العمليات تعتبر يعني الحل الاخير لنزول الوزن فما احط احنا العمليه تعتبر هي خلاص هي الحل الوحيد اللي عندي لابد ان لكن انا غير استسهلت الامر واستبسطت الموضوع فقال كان اروح حق التكميم ايش لي بهالحبوب والوزن بعد سنين دكتور مهند طبعا انا احب اختم مني يعني اوصل معلومه من ليك بسرعه يروح بسرعه فبالتالي لا تكون مستعجل في فقدانك للوزن افقد وزن لكن بشكل صحي العملية هي مو حل ولكن تساعد على الحلول مثل الرياضة طبعا أنا اللايف ستايل موديفيكيشن تغيير حياتك بشكل عام هو الحل نعم. دكتورة أمل أنا لأني ضد حبوب الرجيم ضد التكميم دكتورة أنا ماني ما أقول أن لا بس في محاضير بس أنا وجهة نظري أن أقول لكل المشاهدين الغذاء لازم يكون لك مو عليك انت نفسك صاحب نفسك خلي تكون متحالف مع نفسك ما هو ضدها ولا عدوها لازم اذا حبيت نفسك مثل ما هي وحبيت نفسك راح تقدر تساعد نفسك في انك انت تقدر تخسر الوزن المناسب بطريقه صحيحه وايد فيه طبعا ما يسع الموضوع ما يسع الوقت اذا احنا نتكلم ولكن حبوا نفسكم مثل ما انتم وعلشان تحسون ان انتوا في تحالف مع نفسكم مو عدوها والغذاء يكون لك مش ما عليه. هو عليك مش عليه. اكرمها بالغذاء كابتن سالم انا اقول الجدول اللي يناسب راشد ما يناسب مهند ما يناسب طلال ما يناسب دكتور امل فالله سبحانه وتعالى خلقنا طبقات مختلفه بعقولنا باجسادنا بافكارنا الجدول يناسبك في اللي حاصل في مواقع التواصل الاجتماعي ان واحد ينزل جدول 1000 واحد يطبق الجدول صحيح. هذا الشيء غير صحيح العامل النفسي والحركي يختلف احنا دائما نقول في مثل اللي ياكل في ضرسه ينفع نفسه خصص من وقتك نص ساعه تمارس الرياضه واكل صحي ومن بعد صلاه العشاء تبعد عن الدهون والسكريات صدقني خلال شهر راح اشوف النتيجه تسرهم وفي الحركه بركه يعطيك العافيه طبعا كابتن سالم العنزي لاعب كمال اجسام وايضا خبير تغذيه وايضا الدكتوره امل الانصاري عضو دولي في هيئه الغذاء البيولوجي بالمانيا وايضا الدكتور طلال الخضر استشاري جراحه السمنه وايضا المناظير والدكتور مهند الحداد استشاري جراحه السمنه والمناظير كل شكر على تواجدكم معنا طبعا وان شاء الله حلقات اخرى نتكلم عن مواضيع اخرى تفيد وتنفع كل شخص يتابعنا مشاهدينا فاصل سريع ومن بعد الفاصل نكمل باقي فقرات مسائي غذاؤهم حسرات هواؤهم بارود بيوتهم أطلال فراشهم رماد يرقبون الأمل
يندبون الألم. أهلنا في انتظار دعمنا، معا نمد يد العون. شاركنا الحملة الإغاثية. الحمد لله، دار عز ودار خير لكل من يعيشه ولكل البلدان العربية والإسلامية. وكعادة الكويت مشاهدين الكرام بمد أياديها البيضاء الخيرة لمساعدة الشعوب، كانت بادرة من سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظ الله ورعاه لإغاثة أهلنا باليمن. وهذا مو جديد على ديرتنا الحبيبة الكويت، عسى الله يحفظها ويحفظ كل البلدان العربية والإسلامية أجمعين يا رب. تفاصيل هذه البادرة الخيرة راح نتكلم عنها مع ضيوفنا الكرام نورينا بالاستديو. بداية أرحب مشاهدينا الكرام بالأستاذ عبد العزيز العبيد، وهو مدير العلاقات العامة والمدير التنفيذي للعلاقات العامة والموارد البشرية والموارد والمشرف العام على الإغاثة. مساء الخير أستاذ عبد العزيز، وسعيد باللقاء معك. الله يسلمك، حياك الله، وسهلا فيك. وايضا نرحب بالاستاذ ايهاب الدبوس، وهو مدير لجنه زكاه الفحيحيل التابعه لجمعيه النجاه الخيريه. مساء الخير استاذ ايهاب، اهلا وسهلا فيك. الله حياكم الله، اهلا وسهلا فيك. طبعا امسيكم ضيوفنا. بدايه سؤالي لك استاذ، احنا نبي نتعرف على حملتكم الاغاثيه اللي قاعد تحضرون لها وتقدمونها لاهلنا اللي موجودين باليمن. الحمد لله والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للحملة الإغاثية، بعد ما صدر صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه لإغاثة أهلنا في اليمن بعد ما تعرضهم للحرب والأذى، فتم أخذ إعاز للاستعجال في الإغاثة. ومن منطلق الإغاثة هذه أعلنت جمعية النجاة الخيرية لحملتها كن معهم، فبدأنا في الحملة الإغاثية ومستمرين، يعني صارنا مدة احنا مستمرين فيها ولله الحمد، يعني من قبل الحرب واحنا مستمرين في الإغاثة هذه والفضل من الله، وما زلنا مستمرين قواكم الله. استاذ عبد العزيز، خلينا نتكلم عن هذه الحملة تحديدا، عدد هذه الحملات، الى متى هذه مستمرة هذه الحملة، اليوم وصلنا لاي حملة وكم رقم هاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اول شيء في البداية نشكر سيدي صاحب السمو امير البلاد القائد الإنسانية على مبادراتها الطيبة في العمل الإنساني والإغاثي اللي جعل الكويت مركزا إنسانيا يشار إليه من كل دول العالم لتقديم المبادرات الإنسانية. احنا كدورنا في الجمعيات الخيرية وخاصة في جمعية النجاة عندنا دائما تواصل مع الجمعيات الأخرى للتنسيق والترتيب لنكمل بعضنا البعض في إيصال المساعدات إلى مستحقيها. من أول يوم من انطلاق الأزمة الإنسانية في اليمن أقمنا فريق طوارئ في جمعية النجاة يشتغل 24 ساعة يتواصل بالأرض على الواقع احتياجات الناس اللي هم محتاجينها عشان نقدر نوصلهم الحاجة اللي هم يحتاجونها بأسرع طريقة وبأسهل طريقة وأسرع وقت. فعال هذا الشيء، هذا فعال فعل الناس اللي محتاجة حقيقة. بالضبط، احنا طبعا واجهنا صعوبات كثيرة، منها لنا ما في طرق مقطعة، طرق القصف العشوائي اللي قاعد يصير، اعتقالات اللي قاعد تصير حق الفرق الإغاثية، عدم توفر مادة البنزين والديزل لتنقلات الناس من مكان إلى مكان، لا توجد طرق آمنة في عملية إيصال هذه المساعدات. بالضبط. حتى أن الفرق الإغاثية الدولية اعتذرت عن المساهمة أي بالضبط البقاء في اليمن للخطورة والصعوبة، يعني فيها خطورة على الكوادر، يعني تحديات كثيرة قاعد تعانون منها، وبالتالي إنكم مصرين لأن توقفون مع الشعب اليمني وتوصلون يعني المساعدات والمساندة لهم، لأنهم في مرحلة يعني مشاكل وحرب مثل ما ذكرت، أنه ممكن حتى اللي يعني يروحون يساعدونهم يتعرضون للقصف العشوائي وغيره من المشاكل. لكن طبعا لكم بصمة مميزة في مركز الكويت الطبي، نبي نتكلم عن هالبصمة هذه المميزة. بالنسبة للمركز الطبي، احنا الحمد لله انشأناه من تقريبا من سنتين تم افتتاحه، وسميناه المركز الكويت الطبي لان اكثر متبرعين كلهم اهل الكويت، والحمد لله فضل من الله تم تشغيله وما زال من المستشفيات الكبيرة اللي لحد الحين يعني اللي تشتغل في تقريبا اغلبيتها في صنعاء، هي تقريبا يبعد عن صنعاء ساعة ونص ارتفاعا في الاجبال، وحنا يعني اول ما اسسناه يكون يعني بين القرى، يعني يخدم تقريبا 400 قرية فيها 100,000 نسمة ويعالجهم، فبدأوا اللاجئين اللي في صنعاء يصعدون للمركز هذا، وبدت ثمار المركز. يعني شوف احنا زارعينه تقريبا من سنتين، بينت الحين ثماره في انتاج
وفي العلاج، ويعني الحمد لله فضل من الله. شو قصدك بالإنتاج يعني؟ يعني إنه بدأ يعالج العالم. نعم. إنزين، وبدأ إنه يعطي مثل ما إحنا كنا يعني متوقعين له وبزيادة، وحافظ على اللاجئين. يعني كثر اللاجئين اللي كانوا في صنعاء طلعوا حق القرى وقعدوا في القرى وما وسكنوا بالقرى وبدأوا يعالجون في المركز هذا. هو المركز الوحيد، يعني تخيل 400 قرية، هو المركز الوحيد اللي قاعد يعالج العالم. والحمد لله فضل من الله يعني ان الحين بدينا قاعد يعالج، وعم في عمليات وفي يعني قام بدوره الحمد لله قام بدوره الحمد لله. استاذ عبد العزيز، اليوم شو وصل عدد اللاجئين اذا بنحكي عنهم؟ الان لا تستطيع انك انت تدخل او توصل حتى هذه البيوت او المحتاجين داخل اليمن في ظل ما تفضلت فيه حضرتك بالبدايه، اصل العشوائي وغيره، والبعض المشاركين امتنع عن المشاركه، وهذا حق طبيعي وحق مشروع بالنسبه لهم. اليوم كيف قاعد توصلون هذه المساعدات، وعدد اللاجئين كم وصل؟ احنا قبل ابدا اخوي راشد بعدد اللاجئين، احنا نعطيك فكره عن الشعب اليمني. عددهم 24 مليون، وهم بالاساس 16 مليون منهم تحت مستوى الفقر. يعني قبل الحرب وقبل الازمه الانسانيه اللي عندهم 16 مليون يعتبرون تحت المستوى الطبيعي. مع الحرب الطبيعي ومع النزوح اللي قاعد يصير وصلوا الى اعداد مهوله جدا. طبعا الحين في نزوح من منطقه الى منطقه تعدى فوق ال 100 الف نازح، ما عندهم مكان يأوون إليه، لا فراش لا بيت، يفترشون الأرض يلتحفون السماء، مصيرهم مجهول، الأمراض قاعد تنتشر بينهم، العدوى قاعد تنتشر بينهم، ما في غذاء مناسب لهم، فهذا كله قاعد يعطي صعوبات لتقديم المساعدات لهم. طبعا أعداد ما في عدد دقيق جدا لأن يوميا قاعد تتغير الحركة. نعم، بالنسبة للمساعدات أنا ودي أتكلم الحين، شلون تتعاملون معهم فقط صح طبيا المساعدات؟ بس ما ذكر أن 16 مليون تحت خط الفقر هذا قبل الحرب، والحين الله أعلم كم النسبة، يعني شلون تتعاملون معهم فقط طبيا عن طريق المركز هذا؟ لا لا، إحنا الحين هذا يعني يعتبر المركز بالجهة الشمالية اللي جهة صنعاء، في الجهة الجنوبية اللي يعني جهة عدن وما هذا، فإحنا عندنا مواد غذائية، إحنا نرسل مبالغ ويتم شرائها. المواد الغذائيه موجوده في اليمن، بس ارتفاع الاسعار. لا ما عندهم ارتفاع. نعم. الاسعار يعني كل المشتقات كل شيء ارتفع، يعني من ناحيه البنزين والديزل مثل ما تفضل اخوي عبد العزيز، والمواد الغذائيه كل شيء الاسعار مرتفعه، فاحنا يعني صعوبه علينا ان كل شيء ارتفع سعره، فاحنا قاعد نشتغل في المحافظات اللي متوفر فيها المواد الغذائيه. يعني في محافظات مو متوفر فيها المواد الغذائيه، وفي محافظات لا متوفر فيها، تغطون المنطقة كلها، فنغطي نشتري من المحافظات الموجودة ونحول نحاول نودي حتى حق القرى، مو بس المدن، حتى حق القرى قاعدين نودي لها. فيعني صاير علينا عبء كبير يعني ويعني يحتاجون مبالغ كبيرة عشان نقدر نسد الحاجة، يعني غير التعرض اللي قاعد يتعرضون حق القوافل اللي قاعدين نوديها، غير الاعتقالات. يعني في مشاكل عديدة قاعد تصير، اعتقالات يعني حتى. نعم. بالمركز عندنا بمركز طبي اعتقلوا 5. ليش اعتقلوكم انتم يعني واقفين معاهم مساعدينهم؟ لا يعتقلون هذول يعني الفئة الثانية، ما هي. نعم. الفئة يعني الفئة اللي هي اعتدت على اليمن. نعم. فهي اللي يعتبرون اللي هم هذول هم اللي قاعدين يعني يخطفون العالم وقاعد يهددون العالم في السلاح. زين، بعد ما بدت ليش يعني بدت الحرب عاصفة الحزم ضد الأشخاص هذول اللي اعتدوا على اليمن وتم اعتقاله وتم تهديده، يعني 5 بس الحمد لله الحين طلعوا، يعني في منهم دكاترة يعني، فكان عندنا احنا حتى الدكاترة اللي موجودين في صنعاء كنا احنا نرحلهم، ناخذهم باصات ونحاول نرحلهم نوديه للمركز الطبي، هذا المركز الطبي تقريبا ساعة ونص، فتم اعتقال كذا واحد، فبدينا شنو قلنا خلينا نسكنهم، سكناهم في القرى الحمد لله. نعم. واجرنا لهم وخليناهم يكونون قريبين عند المركز الطبي. استاذ عبد العزيز، في ظل الان من اللي يتابعنا المشاهدين حاب يشارك، حاب يتبرع، حاب يسام، حاب يساعد، وقاعد انت يسمع يقول لك احنا مو قادر نوصل للناس، نقطة الالتقاء وين في ظل هذه الأجواء؟ وين قاعد تلتقون معاهم؟ وين قاعد تواصلون معاهم؟ احنا قاعد نتواصل معاهم بالأماكن اللي احنا لنا فيها تواجد. هو طبعا مو كل الأماكن متقطعة فيها، في أماكن احنا نقدر نوصل فيها، بس في أماكن في ناس محتاجين احنا ما نقدر نوصل لهم. فعشان كذي الحين موجود في هدنة حاليا صايرة في اليمن. نعم. في إدخال قوافل إغاثية عشان نقدر نوصل حق الناس اللي ما كنا نقدر نوصل لهم في السابق. وان شاء الله يعني احنا نتمنى ان ما تطول هذه الازمه الانسانيه، لان تنطلق حملتكم وين احنا انطلقت حملتنا. بدينا اول مرحله والحين عندنا المرحله الثانيه تنفيذها 200 الف دولار ان شاء الله. وان شاء الله اخوي ابو فهد راح يطلع يسافر جيبوتي الاسبوع الجاي، راح يشوف كيفيه في لاجئين يمنيين، في لاجئين يمنيين واصلين تقريبا 20 الف لاجئ موجودين هناك في هذا، فبنروح نطمن عليهم، لانه صار الحين اللاجئين قاموا يركبون المراكب صوب عدن بالبحر وقام يروحون، وفي ناس قاعد تطلعهم يعني اي، فيعني اطفال ويعني ونساء
وصعبة، وحتى الناس قامت تأخذ تستغل هناك اللي في مهربين يهربونه بعد بفلوس، يعني اللي تابعنا الشخص يأخذون عليه $1,000. نعم. يعني صارت شوية الوضع صعب. راح تشوفون شنو احتياجاتهم ولا رايحين معاكم مواد إغاثية؟ لا احنا رايحين أول شيء نشوف احنا شنو الوضع اللي هناك، نسوي دراسة كاملة احتياجاتهم، ومن ضمن الحملة راح نوزع لهم إن شاء الله. طيب أستاذ عبد العزيز، حملتكم والناس اللي حابة تتواصل معاكم، الناس اللي حابة تساهم معاكم عن طريق موقع بيت زكاة ولا؟ لا احنا جمعية النجاة الخيرية. عفوا، النجاة الخيرية الفرع الرئيسي في الروضة. وعندنا لجان زكاة منتشرة في دولة الكويت، لجنة زكاة الشامية والشويخ، لجنة زكاة الفحيحيل، لجنة زكاة السولو، لجنة زكاة العثمان. وبالنسبة رقم التواصل موجود عند اخوي ابو فهد، نذكر الارقام اللي راح تحطونها. الارقام راح تعلنونها معروضة، واذا تقدر تذكرها. احنا عندنا خط الساخن في 900-28-3-4-3. هذا الخط الساخن 900-28-3-4-3، هذا الخط الساخن. والفروع احنا تقريبا يعني حتى يوم الجمعه ويوم السبت شغالين في اللجان وفاتحين، يعني لان لازم تكون حمله يعني قويه لهم، لان صعبه يعني المأساة هناك. لو تشوفون تجيني صور انا تقريبا من المركز، يعني لو تشوفون المناظر يعني ما اقدر اطلعها بالتلفزيون لان اشكال شيء يعني مرعب. لا ما اقدر اطلعها. الله يعافيهم ان شاء الله ويعافي كل مسلم. شنو حاب تقول بالختام استاذ عبد العزيز؟ اول شيء حاب اشكركم على هذه الاستضافه المباركه، ونشكر تلفزيون قناه الراي على هذا البرنامج الرائع. في النهايه احنا دائما نحث اخواننا اهالي الكويت، اهالي الايادي البيضاء، والعطاء اللامتناهي على مواصلات الدعم لاخوانهم اليمنيين، لان هذه محنه كبيره وانسانيه تستوجب منا وقفه وعطف، وخاصه ان شاء الله رمضان قرب والناس تطلع زكاتها وصدقاتها في رمضان. فمثل ما احنا قاعد نسافر ونستانس مع عيالنا، لا ننسى ان اطفال اليمن محتاجين وقفتنا خاصه في هذا الوقت. بارك الله فيك استاذ ايهاب. نشكركم صراحة، نشكر البرنامج الطيب، ونشكر قناة الرأي على استضافتنا. ومثل ما قلنا لازم يعني نحاول كل الناس تتبرع يعني لنا، يعني احنا الحين الناس محتاجة، لو دينار لا تبخل، يعني حاول تقدم مواد عينية ما نبي، احنا نحتاج فلوس يعني عشان نقدر نوصل. الحمد لله الحين في مجال المواد الغذائية موجودة، نقدر نشتري لما تحول فلوس تقدر تحول فلوس، يعني في مجال. فحتى لو دينار لا تبخل، يعني تبرع والحمد لله، يعني الصدقه معروف ان يوم القيامه تصير يعني تحت ظلك. نعم بالتاكيد تظل تحت ظلك يوم لا ظل الا ظلها يعني. نعم طبعا. كل الشكر لكم ضيوفنا الاستاذ ايهاب الدبوس مدير لجنه الزكاه فحيحيل، وايضا الاستاذ عبد العزيز العبيد مدير التنفيذي للعلاقات العامه بجمعيه النجاه الخيريه، على تواجدكم باستديو مسائي. طبعا انا وايد يضيق خلقي لما اتكلم عن دول فيها حروب، نتمنى مثل ما ديرتنا الكويت يعم فيها الامن والامان. نتمنى كل دول العالم الاسلامي ايضا، كل دول العالم يعم فيها الامن والامان والسلام، ما في حروب، ما في مشاكل. بشي احنا وصلنا لختام حلقتنا مشاهدينا، انا عن نفسي اقول لكم اجازه ويكند سعيده، ونتمنى كل شخص تابعنا واذا تاثر مثل ما انا تاثر في الموضوع انه نعم. يتواصل على الارقام اللي يذكروها. شنو نعم. حاب تقول راشد حق كل شخص؟ شكرا روان، شكرا لضيوفنا الكرام، شكرا لكم مشاهدينا. ان شاء الله نكون يعني قدم لكم ما يفيدكم وفي هذا المساء اللي جمعنا معكم على الخير والمحبه، ونتمنى ان شاء الله مثل ما قالت زميلتي روان نعم السلام للجميع. ويعني انت بادر وفرصه انك انت ابنائك ايضا تعلمهم في هذا الجانب، انه يبادر في هذا الموضوع، يعني لو ترسخ في اذهانك هذا مو غريب عليكم هذا الامر. واحنا مش دائما اقول واكرر، احنا ما ننصحكم، انتم خير من ينصح، خير من يبادر في امور العمل الخيرية، وفعلا الصدقة تطفي غضب الرب. نشوفكم على أمن وأمان والصحة في الأبدان، في أمان الله.